اهلا بيكم، حلقه جديده برنامج بكل جراءه قناه مصر البلد. يا رب كل ليله سعيده على كل اللي بيشوفونا في كل مكان. النهارده هتبقى حلقه مهمه وخاصه جدا جدا جدا. كل الناس اللي هتشوفنا النهارده باذن الله تستفيد من الحلقه اللي هنقدمها لكم النهارده. قبل بس ما نبتدي حلقتنا، الارقام هتبقى موجوده على الشاشه طول الحلقه، نقدر نتصل ونتواصل ونعرض مشكلتنا. وهكلمكم دلوقتي في تفاصيل حلقتنا النهارده وفكرتها ايه، ولكن معايا تهنئه يعني بشوف انها لازم اقولها. وتعرفين ان يعني برنامجنا ده لكل الناس، والاطفال من سن 4 سنين لغايه 66 سنه يتفرجوا علينا. فاسمحوا لي بس اهني الصوره الجميله اللي معايا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، محمد عمرو ولد شاطر جدع بيذاكر مجتهد وحبيب بابا. ما شاء الله الله اكبر. في مدرسته مميز جدا، في بين اصحابه مميز جدا، بيطور من نفسه بيطور من ذاته، وهو عارف انه في يوم من الايام مش هيقبل انه يكون اقل من دكتور. باباك بعت لك مليون تحيه، بيقول لك انا بحبك قوي وربنا يحفظك، اللهم امين، انت واختك. ودي كانت تهنئه كمان مني انا وفريق عمل برنامج بكل جراءه. حلقة النهارده حل مشكله بطاقتك التموينيه. وكل مرة كنت بطلع اتكلم على البطاقة التموينية ببقى بتكلم من صوت واحد بس، اللي هو صوتي انا وحضرتك. عندنا مشكلة ونقعد نصرخ عايزين نوصلها ازاي، نحلها ازاي. النهاردة شرفني يكون معايا لأول مرة اشوف مسؤول بيحب وفي صف المواطن قلبا وقالبا. عشان كده برحب بالمنسق الاعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية الأستاذ عمرو محمد. برحب بحضرتك فندم، منور. أهلا بيك يا فندم، نورتنا. وبشوف إن شاء الله تبقى حلقة مميزة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هقول بس للسادة المشاهدين الحكاية هتمشي إزاي. فجأة بنسمع كده مقولة بتقول إن عرف السبب بطل العجب. بطاقتي فجأة وقفت، بطاقتي فجأة اتحذف منها أشخاص، فجأة محتاجة احدث ومش عارف احدث ازاي. يعني ايه تحديث؟ يعني ايه بطاقة؟ يعني ايه انا كل يوم اروح قدام مكتب التموين عشان يقول لهم عايز احدث وهم في الاخر بيقولوا لي حاجات انا مش عارف اعملها، او طول الوقت انا مش فاهم يعني ايه بطاقة واستخدمها ازاي. اسئلة كتير، واتصالاتكم كانت بتقول لي عندنا مشاكل في البطاقة التموينية، مش عارف اطلع بطاقة بقالي سنتين وثلاثة وارقام. ولما رجعت للمسؤولين واستاذ عمرو اللي مشرفني قال لي لا، النهارده هنقول اجابات مريحه لكل الناس. النهارده كل الناس ان شاء الله هتطمن على البطاقه التموينيه وازاي يحلوا مشاكلها. قول لي بدايه يا فندم في جمله عريضه كده، البطاقه التموينيه. البطاقه التموينيه هي بطاقه عليها دعم لمواطن هو واسرته. اللي انا بنشده من خلال شاشه حضرتك ان احنا نحاول نحافظ على البطاقة بقدر الإمكان، نحافظ على حقوقنا، نحسن استخدام البطاقة التموينية عشان نرتاح. عشان نرتاح. عشان نرتاح. إزاي؟ خليني أدي كم نصيحة كده للسادة المواطنين برضو من خلال شاشة حضرتك. مش عايز مواطن تحت أي سبب من الأسباب يسيب البطاقة التموينية بتاعته في مخبز أو عند بقال تموين. بطاقتك دي عليها فلوس. ما كنتش هتبقى انت امين على فلوسك، مين اللي هيبقى امين على فلوسك؟ صحيح. بنسيبها تحت اي سبب؟ السيستم واقع، السيستم مش واقع، السيستم لو واقع بيبقى واقع لحظات، مش واقع ساعات وواقع ايام. بس تعرف انه ممكن يكون واقع ساعات. هو الوقوع ده بيبقى زي شبكة حاجة اتصال، حاجة في التقنية، حاجة اتصال يعني. مع ان كل الماكينات اللي موجودة في المخابز بيبقى فيها ثلاث شرايح للثلاث شبكات. يعني لو وقعت فودافون هتبقى شغاله موبينيل، وقعت موبينيل شغاله اتصالات، مفيش اي مشكله. فالوقوع ده بيبقى جزء من دقيقه دقيقتين نص ساعه، لكن مش مداري اليوم كله. طيب خليني انا جاوبك، يعني انا هبقى انا مكان حضراتكم عشان انا عارف ان في اسئله بتدور في اذهان الساده المشاهدين. انا هبقى مكانكم يعني، وقولوا لي لو انا بقول صح. لو انتوا عايزين تزودوا اتصلوا بيا قولوا لي ايه اللي ممكن ازوده. انا ست كبيره ومعيش ولادي يروحوا يجيبوا لي التموين ولا العيش ولا الخبز ولا الحاجات. فخد يا عمرو، خد يا محمود، خد يا محمد، اصرف لي او هات لي التموين او هات لي العيش.
ما عنديش حل. انا مش قادر اقوم، انا ست تعبانه ومريضه، اعمل ايه؟ هو حضرتك احنا بندي البطاقه التموينيه، حضرتك اللي تقدر تحدد جهه الصرف لحضرتك. يعني انت صاحب البطاقه تقدر تروح عند عمرو، تقدر تروح عند فلان، تقدر تروح عند المخبز الفلاني، عند البقال التمويني اللي انت شايفه بيقدم لك الخدمه صح ومظبوط. لكن ما تفرضش على نفسك او ما يفرضش عليك مخبز ما هو ده اللي انت بتاخد منه كل مره. غير. انت معاك بطاقتك، ادخل عند عمرو، ادخل عند ده، ادخل عند فلان، ادخل عند، خد منه الخدمه بتاعتك كويس. وعموما احنا كلنا كمواطنين ما بنروحش الا عند الناس اللي بتحسن استقبالنا وبتحسن تقديم الخدمه لينا عموما. طب انا مش فاهم قوي، يعني خليني برضو انا من الساده المشاهدين اللي مش فاهمين قوي. انا رحت بتاع التموين او رحت المخبز اديته البطاقه وقلت له لو سمحت تصرف لي. هو بيروح حاطط البطاقه التموينيه جوه المكنه ويبتدي يحط ارقام، في الاخر يسحبها ويديني. معظم اهالينا وامي وخالاتي وقرايبي وحبايبي واهالينا اللي في كل الكرة وفي النجوع والكفور بيبقى عندهم مشكله في القراءه. يعني ما انا مش عارف الراجل ده سحب ايه. لو سحب كل حاجه فيها ورحت المره اللي وراها قال لي لا ده البطاقه دي ما فيهاش ولا باظت او وقفت، انا هوافقه واعتبر ان انتوا السبب مش هو اللي عمل العمله اللي مش مظبوط. لا، احنا بنطلب من كل مواطن بياخد العيش بتاعه من المخبز كل يوم لازم يحتفظ بالريسيت اللي بيطلع مع كل مكان. يحتفظ بيه، لازم يحتفظ بيه، لان ده في حقوقك، في اجمالي الحصه بتاعتك من الخبز طول الشهر قد ايه، سحبت كام رغيف كل يوم، متبقي لك كام، وليك قد ايه كام رغيف راحوا لك نقاط. في مخبز ممكن ما يديلكش الريسيت ده، لا انا بقول لحضرتك خده. لو ما ادانيش؟ لا ما ينفعش، لان هو المفروض الريسيت في المخبز بيطلع ريسيت انت بتاخده كمواطن. لكن عند البقال التمويني بيطلع اتنين ريسيت، جزء مع البقال التمويني وجزء مع المواطن. احيانا لما بنيجي نشترك مع فرق في الرقابه ونيجي ننزل على بقال تمويني نشوف حركاته اليوميه ايه او مبيعه اليومي، بنتلاقي الريسيت فيه الايصالين اللي المفروض يبقى مع المواطن والمفروض يبقى معاه. احنا بنحقق مخالفة، بنديله مخالفه. ما ينفعش، لازم الرسيد يبقى مع المواطن. لازم يبقى مع المواطن. يبقى اول درس، حضرتك رحت المخبز، حضرتك رحت عند البقال البدال التمويني بتصرف حصتك التموينيه او الخبز، لازم يديك اول جمله وطلعنا منها من الجزء الاولاني ده من حلقتنا رسيد، لازم يديك ورقه، لازم يديك ورقه كده مكتوب عليها سحبنا قد ايه وفاضل لك قد ايه في الخبز، وعند بتاع التموين هيديك ورقه يقول لك انت خدت ايه تموينك وكان التكلفه ايه وحصل لك ازاي. الورقه دي ما تهز. طيب لو رفض هو يقول لنا بقى، يعني لو رحت لبتاع التموين اقول له الورقه ليها مفيش ورقه، ما المكنه ورقه غلطان، اقول له ايه؟ بلغنا. تقدر ده بلاغ. ده بلاغ. في بقى رقم مثلا هوت لاين نتصل عليك وفي حاجه في والله موقع. لو توجه حتى للاداره التابعه لمكتب التموين بتاعه، احنا بنتخذ اجراء رسمي، بننزل ممكن الاداره عندها مجموعه مفتشين بتقدر تنزل. لو الموضوع كبر قوي يتفضل بقى يشرفنا في الوزاره خدمه المواطنين. وعندكم خدمه مواطنين في الوزاره بتستقبلوا الناس شغاله، واحنا دلوقتي طورناها كمان. معالي الوزير امد اداره خدمة المواطنين بكام حاسب آلي، بحيث ان برضو حتى المواطن اللي جاي الوزارة ما يخرجش الا لما تكون مشكلته ملباه او بدأنا ندخل في الاجراء بتاع الحل. طيب احنا هنتكلم دلوقتي 10 دقايق عن فكرة ليه الطلب مننا تحديث البطاقة. هنتكلم 10 دقايق امتى اخر موعد لتحديث البطاقة. هنتكلم يعني ايه فكرة اضيف مواليد، ويعني ايه اعمل فصل لحد من افراد البطاقة لمدة 10 دقايق. بعدها هنفتح الاتصالات لمدة ربع ساعة، نستقبل تليفونات حضراتكم اللي عنده مشكلة في بطاقته في اي محافظة في مصر، عنده مشكلة مع اي مكتب تموين في اي مكان في مصر، عنده مشكلة في فكرة بطاقتي بطلت تسحب، بطاقتي وقفت، بطاقتي ضاعت. معانا المنسق الاعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية بنفسه مع ورقة وقلم، تعهد قدامنا ان شاء الله يا رب كل مشاكلكم ايا كان عددها 500 مشكلة 1000 مشكلة خلال 4 ايام كل المشاكل اللي هتجيلنا هنحلها. ده بجانب ان في مشاكل دلوقتي حالا على الهوا ان شاء الله هنحلها. طلبتوا التحديث، ما فهمتش ليه؟ موضوع التحديث احنا اكتشفنا عندنا 6.5 مليون بطاقة
فيهم عوار معلوماتي، يعني فيهم أرقام قومية كتير ناقصة. بمعنى أدق، عندي بطاقة تمونية فيها زوج، زوجة، عدد أبناء 2 أو 3 أو 5 على حسب عدد الأفراد بتاع البطاقة. عندي مجموعة أفراد جوه البطاقة بياخد دعم بس ملوش معلومات بالنسبة لي، رقمه القومي 0، سائط، مش سليم، مش مظبوط. أنا كل اللي أنا طالبه في التحديث إن أنا، أنت حضرتك بتاخد دعم، لازم نتفق كلنا إن الدعم ده بتاع الدولة، الدولة بتدعمك صح كمواطن، مقابل الدعم بيانات مظبوطة وسليمة، ده لا غبار عليه ولا ما نختلفش عليه وما تزعلش حد. اديني معلومات كويسة عن أفراد الأسرة بتاعتك هديك الدعم بتاعك. يعني أنا يا فندم لو أنا حدثت بطاقتي، أنا محمد مثلا أو أنا حسين وعندي زوجة وعندي أولاد، ودخلت حدثت بطاقتي، ده معناه إنها مش هتقف؟ لا يا فندم، الدكتور علي مصلحي في المؤتمر الصحفي الاخير اللي عقد الاسبوع اللي فات اعلن صراحة لن تقف اي بطاقة تمونية من خلال عملية التحديث. لكن اللي هيفوتوا موعد التحديث اللي هو امتى؟ لا، اللي هو اخرنا 7/11، هنبتدي احنا كوزارة التموين من يوم 8/11 ناخد التظلمات وهنشوف ده هينطبق عليه الدعم او استحقاقه للدعم وهنبتدي نضيفه. لكن بطاقته مش هتقف خالص، مفيش بطاقات هتقف كما يقال في الإشاعات ان احنا بنعمل كده عشان نوقف بطاقات او نوقف دعم او نشيل دعم او لا، مفيش، مش حقيقي. لا لا، ومش مفيش ولا بطاقة موجودة دلوقتي في مصر هتقف، مفيش يا فندم. وكان في فترة من الفترات كانوا طلعوا إشاعات كتيرة جدا ان احنا وقفنا او خرجنا 1,200,000، لا ده ما كانش كلام مظبوط. احنا كنا نقينا البطاقات من الوفيات، شلنا الوفيات لكن فقط، لكن كل الناس زي ما هي، لكن كل الناس زي ما هي، وبدليل ان كله بيصرف لغايه دلوقتي، كله بيصرف. حضرتك برضو في عجاله سريعه، طيب قبل ما تاخد بس العجاله معانا اتصالات بقى ناخد كده واحنا بنتكلم. طيب ورقه وقلم كده. معايا استاذ محمد منين؟ الو، مساء الخير استاذ محمد، اتفضل. محمد من منيا القمح. دلوقتي انا طلعت البطاقه، كانت حته منها اتكسرت، قالوا لي طلع غيرها، دفعت الفلوس وطلعت البطاقه وجالي الرقم السري وكل حاجه، وقالوا هتتفعل من يوم 4 وما تمش تفعيلها، اروح قالوا لا ده ديت في الانتاج الحربي ما فعلوهاش، اتصل بمين بقى؟ اتفضل. وحرام عليكم، ده انا المعاش ومرتبي كله صرفته في العيش، بجيب ب 20 جنيه عيش في اليوم. طيب استاذ عمرو محمد، يرضي ربنا. لا استاذ عمرو محمد هيكلمك وهو يعني يتابع المشكله بنفسه. هو احنا مع الاستاذ محمد طبعا، احنا معاك برضه يا استاذ محمد، بس بحب اوضح لحضرتك حاجه. فضل. ان حضرتك اللي بتبعت برساله اس ام اس من على تليفون حضرتك عشان يجي لك الباسورد اللي مع حضرتك طب لحظه الباسورد اللي مع حضرتك ما فعلش، هتتلاقي حضرتك الرقم السري بتاع جالي الرقم السري وجات البطاقه وكل حاجه وما اشتغلتش. هستأذنك بس ترجع المكتب بتاع التموين تاني يعمل لك عملية إدخال رقم هاتف. ما هماش راضيين يعملوا حاجة خالص واتخانقت معاهم. طب هستأذنك، حرام عليكم. طيب هستأذن حضرتك، اديني رقم الموبايل بتاعك. قالوا لي لا ده انت تقدم ورق من جديد. لا يا فندم. طب ممكن رقمه خدناه يا استاذ ايمن؟ طيب الرقم معانا، اكتب لي بس منيا القمح وخلاص. بص يا حاج محمد، رقم حضرتك معانا، السيد الاستاذ عمرو محمد هيستخدم، هيكلمك على تليفونك ويخلي حد من مكتبه يكلمك على تليفونك يقول لك روح لفلان، او هو هيتصرف ويفعلها لك من غير لا انت على راسنا وتعبك على راسنا، ما ينفعش تتعب واحنا اولادك موجودين باذن الله. مين تاني عنده مشكله؟ هادينا مع بعض هناخد مجموعه المشاكل. احنا اول بس اكتب استاذ الحاج محمد من القمح عشان انا اكتب لك جنب كل اسم الرقم. اي حد عنده مشكله في البطاقه التموينيه، وانا عارف ان البطاقه التموينيه ساعات، وبقول في كل حلقه كده، ساعات بتبقى راس مال ناس كتير، ساعات البطاقه التموينيه بتبقى العمود الفقري لبيت، ساعات بتكون سبب ان احنا قادرين عند البعض اهالينا والله العظيم بيبقى عندهم مشكله انهم مش عارفين ياكلوا ولا يشربوا، عشان هي محتاجه شويه الزيت تعمل بهم شويه البطاطس فتغدينا، جبنا شويه الزيت حطيناهم على حته الجبنه وشويه فول فكلنا. لما البطاقه دي تقف 3 شهور ولا شهرين، لا انا بتشل حركه اتجنن،
فعشان كده انا النهارده انا مش هسيبك الا لما الناس دي تنام وهي مطمنه. لا احنا معاهم قلبا وقالبا وهن شاء الله هنحل المشاكل. طيب قلت لي 7/11 اخرنا في التحديث، 8/11 نستقبل التظلمات. التظلمات ده معناه ان انا هاجي قبل في الايام من النهارده ل 7/11 هيحصل الحاجات اتظلم عنها، مظبوط؟ التظلم بقى اللي هيبقى بتقعد وقفت وما لحقش التحديث عموما، فانا هتظلم عشان الحق التحديث تاني. طب احنا النهارده ان شاء الله كل الناس مش هتنام غير ما تحدث. بس انا مش عايز كل الناس تبتدي تحط حته التظلم من دلوقتي، انا عايز الناس. لا مفيش تظلم، احنا لسه قدامنا فتره نقدر نحدث. لا ومش هنمشي لما الناس النهارده تطمنا انها حدثت. معايا جديد من قلم، اهلا بيك. السلام عليكم يا باشا. عليكم السلام يا حاج جديد، اهلا بيك. وطي التلفزيون، هنوطي التلفزيون من فضلك يا استاذ شديد. ماشي يا باشا، اتفضل يا فندم. ازيك يا سعاده الباشا؟ الله يخليك، الله يكرمك. انا اسمي سعد تحليل امبابي. سعادتك، ليا مشكله صغيره في التامينات بتاعه شبرا الخيمه رخام. طيب تمام. بقالي طالع المعاش من 8/8/2018. سعادتك خلي بال سعادتك، واقفين الملف بتاعي، لان كل ما اروح يقول لي فوت علينا من الاسبوع الجاي، فوت علينا الاسبوع الجاي، والموظفين مش عايزين يحلوا مشكله. هو ما قبضش بقالي 3 شهور. انت في تامينات الخلفاوي؟ وسعادتك طلبوا مني ورق، وجبت لهم الورق والملف جاهز كله، مش عايزين يطلعوا لي استماره 6 ولا استماره 1. ايوه انت تبع مكتب تمويني خلفاوي؟ ايوه سعادتك. انا جرخان دول مش عارف اسم سعادتك ايه، اللي هو في المظلات الخلفاوي المظلات. البركة في ربنا في سعادتك، والله العظيم سعادتك كل ما اروح، وعلى بالي حتى لو رحت مدينة المنطقة يبعت لي واحد من الاستاذ احمد عبد الرحمن، خلي ملف وعدت النهار وقال لي روح تفوت عينهم الاثنين. عينيا يا استاذ شادي، لو ضررنا عليه يجيني غلط يعني خالص. عينيا عينيا، هتسيب تليفونك بس معاهم وانا هكلم استاذ احمد عبد الرحمن من التامينات في شبرا، او مدام هويده في مكتب شبرا برضو، وهم ان شاء الله يحلوا لنا المشكله بتاعت ورق سيادتك دي. انا اسف عمرو بيت، اتفضل. كنا بنتكلم عن فكره ان التظلمات يوم 8 عشان اقول يا جماعه انا متظلم اني انا ما لحقتش التحديث. بس برضو محتاج كل الناس تتوجه دلوقتي على موقع دعم مصر تحدث، تلحق الموعد. مش عايز الناس برضو من دلوقتي يبتدوا يفكروا في التظلم من دلوقتي. احنا ممكن يعني ليه تظلم يعني؟ هي الحكايه ببساطه، ده حقك. كل واحد مننا عنده ابنه عنده تليفون محمول، او عنده كمبيوتر، او كل واحد ما عندوش، عنده جار وعنده تليفون محمول. خلي اي حد نازل من الجيران كده، خد يا اشرف والنبي بعد اذنك دخل لي رقم البطاقه ده ورقم بطاقه التموين دي، ويعمل كلمه، دوس على كلمه تحديث، قولي له كده دوس على كلمه تحديث انت حدثتي خلاص. حتى لو من سايبر، او حتى لو من سايبر، لان انا هقول لك على مشكله السايبر برضو عشان انت برضو تبقى يعني في الصوره. في بعض الناس في موضوع السايبر ده لما بيروح حدثه صاحب السايبر بياخد منهم 5 جنيه على البطاقه. هم مشكلتهم في فكره انتوا لاغيين التحديث من بص في برضو نظريه مؤامره، وانا ما كنت معاهم يعني الفكره دي، ان المكتب مش عايز يحدث لي عشان يبعتني عند السايبر ياخد مني 5 جنيه في البطاقه. فهل يا ترى ده؟ لا لا لا، هو شعار احنا رفعناه في وزاره التموين، التحديث مسؤولية المواطن. التحديث مسؤولية المواطن. حدث بطاقتك كما تشاء في المكان اللي يعجبك. لازم بطاقتك تجيلي بالشكل المظبوط. المكاتب دلوقتي عندي متكدسة بتقبل إضافات. ده غير الحركة اليومية، بدل التالف، بدل فائد، اللي بيعمل نقل فصل اجتماعي، اللي بيعمل نقل من محافظة لمحافظة. مسؤولية البطاقة مسؤولية المواطن. حط انت الاضرب مين اللي كان على بطاقتك، ده اقرار. حتى لما بيضيف، لما بيجي يضيف الاضافات بتاعته من على الموقع، الموقع عنده هو بيديله اشعار ان هو المسؤول عن البيانات بتاعة البطاقة، بيقر. طيب خليني اخد معايا استاذ محمد من حلوان، اهلا بيك، وبرضو نشوف مشكلته ايه في حلوان. اهلا بيك يا استاذ محمد. وطي التلفزيون من فضلك يا استاذ محمد. وطي التلفزيون يا مشعل. تمام. ايوه. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي انا عامل بطاقه ورحت قصر فايش، قال لك واقفه. يعني انت عندك؟ قال لي سنه مشعل بس عشان اسمع. ورحت واقفه، قال لي روح مستشفى، روح. لا هي كده بتعلي التلفزيون مش بتوطي، انا عايزك يعني نوطي التلفزيون. وبعدين قالوا لي روح مشطة، روح في الشركه في المعادي. لا انا مش سامع حاجه خالص. قالت لي مش سامع. الو مش سامع حضرتك. وطي التلفزيون يا فندم.
وقت التلفزيون، رحت الشركة عشان خاطر، رحت الشركة عشان خاطر ان انا امشطها. طب ممكن تقول لي بقى الموضوع من الاول عشان ما فهمتش حاجة. رحت الشركة عشان خاطر امشطها في المعادي، قالوا لي لا دي هي. فجيت قالوا لي اعمل بدل تاني، فعملتها بقى دلوقتي 3 شهور كل ما اسال يقولوا لي لسه هجيلك رساله، هجيلك رساله، وبشتري عيش وتموين من بره. 3 شهور هو طلع بطاقه بدل فالد تالف بقى لها 3 شهور ما اشتغلتش. طب يا فندم حضرتك بطل التلفزيون مش هينفع نكلمك كده يا حاج محمد. يا حاج محمد ايوه وطي التلفزيون أيوه. خالص اتفيه اتفيه لغايه ما تخلص المكالمه معانا. طب وطيه خالص يا مدير. لا اتفيه خالص يا فندم. وطيناه خالص. طيب حضرتك عملت بطاقه بدل تالف؟ اه عشان بتاعها ولا ليه جرى لها ايه؟ قالوا لي اعمل بدل تالف في المعادي. عملت بدل تالف. قالوا ورحت صور اللي معاك في البطاقه صورتهم، وبعد ما صورتهم ورحت وديتها بقى لي دلوقتي 3 شهور بشتري سلعه من بره وتأمين من بره، والعيش بيتباع يا دقيق ب 50 قرش. هو عمل بطاقه بدل تالف عايز يشوف. وكل ما بس قالوا ما جالوش البصر، ما جالوش في الولايات المتحده كان زمان. هو بقى له 3 شهور ما جالوش. يا حاج محمد ايوه لو سمحت حضرتك جالك الرقم السري بتاع البطاقه التموينيه الجديده؟ هو بيديني معايا وصل، قال لي الوصل اهوت وتعالى اسال عليها. لا لا ركز معايا شويه بس، عشان انت اللي موقف بطاقتك بايدك، انت استلمت البطاقه أيوه. وعاوز تروح تصرف، مش هينفع تصرف الا لما يجي لك رقم سري على الموبايل اللي انت حطيته في مكتب التموين. هو انت استلمت البطاقه اصلا يا حاج محمد؟ ما استلمتهاش ولا بات، وكل ما اروح اقول لي لسه ما طلعتش ما طلعتش. كل شويه يقولوا له تعالى روح ويسال عليها ما استلمهاش. احنا عندنا كميه بطاقات كتيره لسه موزعه على المديريات والمكاتب التموينيه، ممكن يروح يشوف البطاقه بتاعته وصلت. اخر مره رحت امتى يا حاج محمد؟ رحت من اسبوع، قالوا لي لسه تعالى بعد شويه. رحت بعت ابني قالوا لي لسه ما جاتش. ما تجيش واحنا هنبعت لك رساله تيجي تاخدها. طب في رساله جات لك على التليفون؟ ولا رساله جات ولا دقيقه. ولا جالك رساله ولا جالك رساله؟ ما جاليش رساله ولا وبعت عيالي اروح انا تعبان يقولوا لي لسه ما جاتش كده. في حاجه غلط ممكن نشوفها بقى مع المكتب بقى ان شاء الله. طب نسيب تليفون؟ ممكن هاخد تليفون. رقمك معانا يا حاج محمد، وهنخلي حد من المكتب مع الاستاذ عمرو يشوف رقمك مع المكتب، يشوف انت مشكلتك ايه في البطاقه. طيب مين معانا تاني؟ استاذ محمود الخط اتقطع. ارجعوا كلمونا من اي تليفون ارضي على 0997 60 او على 1760 من اي محمول، وقولوا لنا مشكلتكم فين في التحديث. طيب انا عايز احدث بطاقتي، بطاقتي معاك اهي. احدث دي يعني ايه اللي ممكن تخليني انا مع ايه الخانه اللي انا ممكن لو غلطت فيها ابوظ البطاقه؟ لان انتوا كاتبين في الموقع يعني ان البيانات لو طلعت غلط او ما فيها يعني حسيت بجمله كده تخوف شويه. فانا ايه بقى اللي المفروض ابقى واخد بالي منه وانا بعمله؟ هو حضرتك لو جاي تحدث البطاقه بتاعتك بتخش على tamwin.com.eg. الويب سايت بيفتح، ممكن لو الكنترول يحط لنا الويب سايت. ايوه ده الويب سايت بعد ما بيفتح. تمام. لو انا هحدث البطاقه بدوس على الاختيار بتاع حدث البطاقه. لا دي بتاعت اضافه. دي بتاعت الاضافه. هنخلينا في الاضافات. خلينا في الاضافه بقى. لو عاوز اضيف مثلا ابن ليا او ابنه، بحط رقم بطاقه التموين بتاعتي. وبحط الرقم القومي بتاعي. يبقى هي بطاقه التموين ليها رقم زي بطاقه الرقم القومي موجود. بحط الرقم ده هنا والرقم ده تمام هنا. وبدخل جوه البطاقه. كويس. بيجي البطاقة بتاعتي من جوه فيها مين أنا؟ في مين عليها؟ مثلا هنقول أنا والزوجة. عايز أضيف ابني وبنتي. في عندي بيبقى اختيار إضافة. بدوس على الإضافة دي وبقوم جاي حاطط فوق في أول خانة بيقول لي حط رقم التليفون. كويس. بحط رقم الموبايل بتاعي أنا. اللي باسمي اللي بستخدمه اللي مهم بالنسبة لي. بس ناخد بالنا من نقطة صغيرة، أحيانا بيبقى كلنا موظفين في شركات أو في وزارات أو جهات تانية بتبقى متعاقدة مع شركات موبايل. ما ينفعش آخد تليفون من الجهة بتاعتي مش مسجل باسمي. أنا عايز التليفون المسجل باسمك.
مش مسجل باسم جهة العمل. يعني في ناس يا جماعة بيبقوا جايبين خط كده من شركة، الشركة شارية 10 خطوط موزعة على الناس هو خد خط وانا معايا الخط ده والدنيا جميلة بقالي سنة ولا اتنين بستخدمه. طبعا. الرقم ده مش هينفع لان الرقم ده في الاخر باسم الشركة. انت معروف انه بتاعك بس تبع اسم الشركة. لا احنا عايزين رقم تليفون حضرتك عامل عقد مع شركة ايا كان، شركة البروفايدر بتاعتك، المحمول بتاعتك ايه، هم دول اللي تدي لهم الرقم بتاعك. طب معايا مرسى من المنيا نرد عليها نشوف مشكلتها ايه. الو. ايوه الو، انا مع حضرتك. اتفضلي يا فندم. ايه المشكله يا فندم؟ المشكله ان انا اساسا في البطاقه نفرين ورحت كشفت عنها لقيت 3 انفار منهم اسم ابني وهو عامل بطاقه لوحده مكتوب عليه نشط ومكتوب على اسم جوز نشط وعلى اسم انا غير نشط. طبعا حذفت ابني لانه عامل بطاقه فبيجي اسمه واسم جوزي هو نشط وانا غير نشط ومش عارفين ننشط لا مكتب التمويل راضي ينشط لنا ولا احنا عارفين يتنشط ازاي الاسم. استاذه مرسى هستاذنك تدخلي تاني على البطاقه بتاعت حضرتك وتيجي على كلمه نشط جنب الخانه بتاعتك اللي هي في نفس السطر هتلاقي تعديل. افتحي تعديل. افتحي تعديل عشان ينشط الحركه بتاعتك او الصرف بتاعك وتيجي عند ابنك اللي هو جوه البطاقه اللي المفروض بره البطاقه تدوسيه حذف. يبقى انت كده حدثت البطاقه بتاعتك. تمام كده ولا نسال تاني؟ قولي لي. انا بسمع منه اهو. طيب المعلومه بتقول اهو هندخل على اسمك انت وتحوليه من خلال الخانه بتاعت التعديل اللي على شمالك تحوليها لنشط وتيجي عند اسم ابنك تنزلي تحت تدخلي تكتبي تحوليها الحذف تحذفيه وبعد كده تدوسي على تحديث فانت كده تبقي حدثتي. انت كده حدثتي البطاقه بتاعتك. طيب تمام؟ تمام. بشكرك جدا الحمد لله. اول مشكله يعني انا حاسس ان دي بقى دي مشكله قاطعه واتحلت الحمد لله. طيب مين تاني عنده مشكله في البطاقه التموينيه؟ مين عنده مشكله في انه عايز يطلع بطاقه ومش عارف؟ مين عايز يشيل اسمه من عند والده ووالدته في بطاقتهم ويعمل بطاقه جديده؟ عشان في غلطه كبيره هنتكلم عنها النهارده، فكره ان انت لما بتروح تحذف حد من بطاقه الام والاب وتعمل بطاقه فتيجي تصرف بالبطاقه بتاعتك تلاقيك ما بتصرفش او مش عارف تصرف لان الطرف الثاني اللي انت حذفته من عند الام او الاب ده ستيل موجود. هشرح لنا استاذ عمرو الحكايه دي. خليني بس في التحديث. التحديث ده مهم، اللي مش هيحدث بطاقته هتقف. كل الناس انا بقول اهو لو ما حدثتش بطاقتك هتقف. التحديث مش معناه انك انت هيتلغي لك حد. التحديث مش معناه ان بطاقتك هتقف. التحديث مش معناه ان فجاه هيتكشف انك انت عندك ولاد متجوزين وعايشين بره وانت بتصرف تموينهم والحاجات دي. التحديث دي يبقى عارفين البطاقه دي فيها 1 2 3 4 والاربع اشخاص دول مش عاملين بطايق بره. مظبوط؟ صح. هو دي فكره التحديث. لكن مش هيتلغي لنا حد. لا لا، احنا عندنا نسبه برضو تلاقي مثلا زوجه جت تخرج من عند والدها عشان تروح عند جوزها وهي موجوده في البطاقتين وبتصرف وبقى لها سنه واثنين وثلاثه. احنا دي الجزئيه دي هنتكلم عنها وهنقول المخالفه بتاعتها ازاي. معايا استاذ رشدي من امبابه. اهلا بيك. اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ رشدي. ازيك حضرتك؟ الله يخليك يا فندم. ماشي. انا كان معايا بطاقه 5 افراد. كويس. شلت ابني ليا ولدين، كل ولد اتشال منها وطلع بطاقه. ماشي. وجيت اعمل التحديث لقيت في التحديث تم الحذف وتم الحذف. الحذف حصل على التموين وما حصلش على الخبز. تمام. يعني هما البطاقتين بتاع ولادك عملوا بطايق تانية فانت اتحذفوا منك في التموين لكن خبزهم بينزل عندك زي ما بس هو بياخده. ايوه هو بياخده. انا بقول لك انا باخده هنا في اللحظه دي. اسمع بقى يا استاذ رشدي، هنا الاستاذ رشدي أيوة يبقى عنده حضرتك كده يا استاذ رشدي هتخش أيوة في محاسبه مع شركه الخبز، هتضطر تروح المكتب والمكتب هيحولك لشركه الخبز عشان هيبقى أيوة عندك فرق اسعار في الخبز للولدين اللي حضرتك بتقبض لهم من بعد ما خرجوا. وصلتك المعلومه؟ ان كان المفروض من البدايه اول ما حضرتك اكتشفت الخطا دوت كنت أيوة توجهت للمكتب وقلت لسه الاولاد عندي باخد لهم خبز. ايوه. طيب احنا عايزينك بس تعمل كده بسرعه عشان كل شهر هتصرف يعني خبز. يعني انا بعد اذنك يعني انا اروح المكتب ومعايا البطاقه بتاعتي
واقول لهم لسه بيسرق الخبز اعمل ايه؟ هيحولوك لشركة الخبز اللي تابع المديرية بتاعتك، هتديك أيوة. برنت هيقولك أيوة. مثلا عليك كذا، مجرد ما هتساوي المديونية بتاعتك خلاص. طيب تمام يا استاذ رشدي، شكرا. تحت امرك. خلينا اقول لحضراتكم النهارده فكرة حلقتنا النهارده، مش بس احنا طالعين عشان نفهم الناس يعني ايه تحديث و و و لا، انا بتضايق وده بيضايقني والله يا استاذ عمرو، الناس تقعد تكلمني على التمويل لدرجة ان هم ساعات صراحة يعني خلوني ابقى متضايق مش عارف اتصرف ازاي لما حد يقول لي انا بقالي سنة ونص ولا سنة مش عارف اطلع البطاقة. ما هو انت مش عارف تطلع البطاقة، انا ما اتكلمت مع استاذ عمرو عشان انت اخدت خطوات غلط، عشان حضرتك ما وديتش مستندات سليمة، عشان حضرتك كان المفروض تاخد خطوات، والنهاردة هنطلع برضو ايه الخطوات اللي ممكن اعمل بيها بطاقة جديدة. يقول لك الرقم السري لغايه دلوقتي البطاقه ما اتفعلتش، ودي مشاكل كتير لو انا فتحت الاتصال في جزئيه ان البطاقه الرقم السري غير مفعل، دي هتلاقي فيه كتير، فعايزين نعرف ليه الرقم السري بيجي لك على الموبايل المسجل في الطلب بتاعك من يوم تاديه الخدمه. كويس. لقينا شرايح، شريحه كبيره حطت رقم مشيت من المكتب، بعد شهر بعد شهرين الشريحة بتاعتها ضاعت، نسيت ان هي حاطت رقم ايه، راحت المكتب استلمت البطاقة معاها خط تاني عمالة تبعت رسائل للصبح، الرقم السري ما بيجيش. طيب انا مشكلتي هنا في الرقم المسجل عشان اعرف ان انت صاحب البطاقة ولا لا. طيب انت سبت الشريحة بتاعتك دي ضاعت، طب انا اعمل ايه؟ لازم تروح المكتب تاني تعدي للرقم عشان نبعت لك، وتنتظر فترة تاني، وطبعا على ما يتعمل له ابديت مع سيرفر الانتاج الحربي ويبتدي الانتاج الحربي يقرا الرقم الجديد ويبعت لك، انت مش صابر لان انت كل يوم عمال تتردد على البقال التمويني او المخبز عايز تصرف، فبتلوك بالبطاقة. صحيح. معايا يا استاذ طاهر من سوهاج، اهلا بيك استاذ طاهر. استاذ طاهر الو، شكرا، نرجع كلمنا تاني. فانا كل يوم بروح على المكتب اقول لهم البطاقه بتاعتي طيب. ونيجي نبص على الطلب بنقول الرقم ده بتاع مين، ده الرقم ده كان ضاع مننا ومش عارفين نجيبه، طب احنا نعمل ايه؟ طيب حضرتك بتقول لي اضافه مواليد، اضافه المواليد من خلال الصفحه دي او الخانه دي بحط رقم بطاقه الرقم القومي، رقم الموبايل الاول، وبعد كده حضرتك تقول لي بتشتغل فين؟ هل بتشتغل في الحكومه، في القطاع الخاص، عماله موسميه؟ ما ده سؤال يقلق بصراحه. لا مش يقلق، ده كل دي بيانات. طب ما انت حضرتك بتقول لي بتشتغل فين؟ انا لو كتبت لك شغال في شركه سياحه ممكن دماغي تظن ان انا عشان شغال في شركه سياحه تمشوني. لا لا، انا بس مش عايز حضرتك نخش في الحته اللي هي فيها ظن دي والكلام ده كله، لان بدليل ان في ناس حدثت من شهر 8 مفيش اي حاجه، مفيش بطاقه وقفت. يعني انا اكتب بشتغل يعني عادي؟ ايوه. دي كل دي بيانات مظبوطه ليك، ما توضحها لي. انت هتاخد مني دعم، هتاخد فلوس. هتحط ايه؟ انت دلوقتي بتشتغل في شركه سياحه، هتقول لي بتشتغل فين؟ هكتب لك اسم الشركه كمان. ما تكتبش اسم الشركه. انا الوظائف عندي مترتبه تحت بعض، سواء عماله منتظمه غير منتظمه، بتشتغل في الحكومه اكتب لي ان انا بشتغل في الحكومه، شغال عمل غير منتظمه معاشات اكتب لي، لو عماله منتظمه اكتب لي. طيب معايا ندى من شبرا خيمه، اهلا باهالينا في شبرا خيمه، اهلا بيك. ايوه يا فندم. اتفضلي. دلوقتي من شهر 2 يا فندم البطاقه لسه ما اشتغلتش. انت معاكي البطاقه اصلا ولا لسه ما طلعتلكيش؟ البطاقه معاكي؟ ايوه. ايه يا بنت يا كريم؟ الو. اتفضلي يا حاج. ايه؟ كانت بتند على بنتها بس تقريبا اختلفوا فالخط اتقفل. طب ارجعي كلمينا تاني يا استاذه ندى وقولي لنا من شهر 2 بطاقتك ما اشتغلتش، هل ترى بطاقه في ايدك معاكي وما اشتغلتش ولا هي ما طلعتلكيش اصلا؟ وقدمتيها ازاي؟ وايه الورق اللي قدمتيه فيها؟ ورقم التليفون سليم ولا لا؟ طيب معايا استاذ عثمان من سوهاج، اهلا بيك. وطي التلفزيون يا استاذ عثمان. حاضر حاضر. اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. احنا معاك. والله معايا المدام ليها بتاع 25 سنه ما نزلتش البطاقه. بقى لها 25 سنه ايه؟
ما نزلتش في البطاقه بقى لها 25 سنه ما نزلتهاش في البطاقه. ايوه وانا عملت تحديث والكلام يعني عملت بحث والكلام ده برضه ما نزلش. طب ما هي يمكن عند مامتها او باباها او لا ابوها متوفي وابوها وامها متوفي. طب هل كان بتاخد تموين عند الوالد؟ هي كانت هتاخد قبل عن كده. طيب ما توصل حضرتك مكتب التموين تاخدها من عند بطاقه باباها عليك؟ طب باباها متوفي وامها متوفي. يا فندم مش في بطاقه لباباها ومامتها قبل الوفاه؟ بس من 23 من ده من 23 سنه يعني حضرتك جاي دلوقتي. طب احنا عايزين ايوه ما هي حقه يجي دلوقتي. ايوه احنا عايزين ننزل الحاجه معاها البطاقه. ماليش دعوه اتصرف يا فندم. حاضر عينيا هنقول لك دلوقتي ازاي قول لنا ازاي. احنا عندنا الست شهور من عدم الصرف بتسقط من ال طب عايزين نضيفها. ماشي يا فندم يتوجه بقى للمكتب بس دي هتاخد وقت كبير جدا ده من 23 سنه. انا معايا منسق الاعلامي للوزير فندم مالي. ايه ده؟ انا معايا اجمل رسم 23 سنه عشان خاطري نتصرف. مش عشان خاطري ما اصل دي مش بايدي دي كده سوائط من بطاقه كانت مستحقه ليها بس ممكن مع الوقت. طب هو فين في خلال ال 23 سنه بالراحه؟ طب كنت فين يا حاج؟ انت حضرتك كنت فين من ال 23 سنه دول؟ سبتنا ومشيت. هو مشي. طيب معلش معايا دي برضه ثقافه. معلش انا في الاخر انا مع دول. ماشي انا مع دول بس برضه زي ما احنا مع دول هم لازم يبقوا معانا شويه. ما احنا بنسال. انا عشان اروح اجيبها لك من 23 سنه ده سجلات. ايوه صح. معايا استاذ محمد من الجيزه. اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. بعد اذن سيادتك انا حضرتك مطلع البطاقه كنت مقدم الزوجه والطفلين معايا الطفلين. كويس. تمام؟ كويس. ولما جت طلعت فرد واحد. اللي هو حضرتك بس؟ بس. لكن الزوجه والولدين لا؟ لا لا. الولدين قد ايه؟ واحد بتاع ده اربع سنين وثلاث طيب. اربعه وثلاثه. بص اربعه وثمانيه ده احنا كده اضافه المواليد كده كده هتصرف من اول السنه زي ما استاذ عمرو قال لي لو انا بقول مظبوط. ليه بقى هو نزل طب انا بعد اذن حضرتك كانت في قطعه ورقيه معايا بستلم. انا سامعك معاك يا محمد قول. بعد اذن حضرتك يا فندم كانت معايا قطعه ورقيه بستلم بيها للعيش بس. طيب انت في الاول كنت بتعمل فصل اجتماعي ولا بتعمل بطاقه جديده خالص اول مره؟ لا 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 انا كانت معايا حضرتك بطاقه ورقيه. طيب ماشي كده يبقى كده الزوجه والابن واقعين من البطاقه الورقيه. حضرتك دلوقتي هتدخل على الانترنت. انا حضرتك قدمت الورق ده كله. قدمته من امتى؟ قدمت اللهم صل على النبي الشهر اللي فات ده. انا مستلمها في اول 9. استلمت البطاقه؟ لا قدمت سقوط الزوجه والولد من امتى؟ لا ما قدمتش سقوط. طيب حضرتك دلوقتي بالبطاقه. طيب اسمعني. طيب اسمع كده اسمع كده اسمعني يا محمد اسمعني استاذ عمرو كده. من البطاقه الذكيه اللي مع حضرتك هتدخل على tamwin.com.eg هتحدث البطاقه وتحط ممكن تدخل من على الموبايل. ادخل من كام؟ انا هقول لك تخش ازاي. خش اكتب في السيرش اكتب اكتب دعم مصر. اكتب دعم مصر في الجوجل سيرش دعم مصر. بعد ما طب بعد اذن حضرتك استفسر بس على حاجه. اتفضل. بعد اذن حضرتك. اتفضل. انا كانت في قطعه ورقيه بستلم بها عيش. تمام؟ دي بروح استلم بها من المخبز حاليا دلوقتي طبعا بيقول لي لا انت طلعت البطاقه الذاتيه. البطاقه الذاتيه طلع لي فرد واحد وفرد واحد محمد يعني محمد بتاع ده خمس ترغيفات طبعا يا محمد محمد نعم. البطاقة الورقية أنت بتاخدها إذن ورقي لصرف الخبز لحين استخراج البطاقة الزكية. طب البطاقة الزكية يا فندم بخمس اسمعني طيب اسمعني. لا يحق ليك الصرف بموجب الورقة الورقية دي أو الإذن الورقي ده أول ما تستلم البطاقة الزكية. تمام. أنت استلمت البطاقة الزكية في إيدك بس أنت بتصرف واحد أنت عايز تصرف ثلاثة. اوصل مكتب التموين وقول له المدام بتاعتي مش موجودة ولا ابني هيحطهم لك. عايز تحطهم بنفسك انت من على موقع دعم مصر ادخل حطهم. لكن الورقه الورقيه جدا مجرد ما انت استلمت البطاقه الذكيه سقطت البطاقه الورقيه. طيب تعالى ناخد ام طارق من كفر استاذ ابو طارق من كفر الشيخ. اهلا بيك حاج ابو طارق. الو. اشكرك جدا الحاج ابو طارق من كفر الشيخ.
طيب خليني اقول لك لغايه بس ما اتصالات كتير بياخدوا ارقامهم، احنا بناخد ارقام تليفوناتكم عشان اللي عنده مشكله يا جماعه بنخلي الارقام نوصلها للمكتب الاعلامي لوزاره التموين مع السيد عمرو محمد اللي منورني ومشرفني النهارده وسهرينه، ورغم ان انا عارف ان هو عنده بكره بدري حاجات بس هو يعني قال لخدمه اهالينا على راسي، ودي تاج وعندي استعداد اجيلكوا كتير واجيلكوا في اي وقت واجيلكوا متاخر واتعب عشانكوا، وهي دي الرساله مش بس هي الحكايه انا بعمل شغلي، لا هي ده نوع من وجهه نظرنا يعني في ناس بتشتغل كده حاجه لها علاقه بالضمير وربنا وخدمه اهالينا والسوا حاجات كتير كده يعني، فانا بشكره عليها. مع استاذ هاني الو من المنيا. استاذ هاني، استاذ هاني نوطي التلفزيون عشان خاطر استاذ هاني. لا يا فندم وطي التلفزيون. الو وطي التلفزيون يا استاذ هاني. لا انا موطي التلفزيون خالص يا فندم، انا دلوقتي بعمل بطاقه. كويس. ايوه يا فندم معاك يا فندم. كل ما اعمل بطاقه ما بتطلعش يا باشا، كذا مره اوديها وترجع تاني برضه. طيب معاك يا استاذ عمرو، يسالك بقى بترجع ليه وبتقدم ايه بالظبط؟ اتفضل يا استاذ عمرو. مقدم على بدل تالف ولا اصدار جديد ولا فاصل؟ لا انا لسه هعمل بطاقه جديده يا فندم، انا متجوز بقى بتاع 5 سنين يعني وقدمتها مرتين وترجع. بتشتغل ايه؟ فدلوقتي انا عايز اقدمها من جديد، يعني اقدم ايه؟ انت شغال ايه يا محمد يا هاني؟ انا عامل على الله. طيب تقدر حضرتك تروح المكتب او اديني رقم تليفونك وانا اتابع الطلب بتاعك بيترفض ليه؟ طب هو رقم تليفوني اللي هو لسه مقليه للاستاذ اللي رد عليا دلوقتي. انتظر مني تليفون ان شاء الله بكره. انتظر انتظر من حضرتك تليفون، يعني هتقول لي اقدم ايه المكتب اللي انا تابع ليه؟ بالظبط بس كده. الاول هشوف المكتب طلبك بيترفض ليه. خلاص ماشي. عشان نبتدي نعالج ونشوف احنا واقفين فين ونبتدي نشتغل من خط تاني يعني. طيب. انا يعني قدمتها واحنا عندنا في البلد بتاعتنا محل اللي احنا بنجيب منه التومين التاجر. اديتها له كذا مره وقال لي لسه ما طلعتش، لسه ما طلعتش، اروح اسال في المكتب يقول لي لسه الاسم ماشي على الكمبيوتر. مليون المية اللي انت ماشي فيه ده غلط. اكبر غلطه. وهتتلاقي ورقك كله ما دخلش مكتب التموين. بشكرك جدا. وما دخلش على السيستم، وانت ما المفروض ما تتعاملش مع البقال التمويني في البطاقات. ما تستسهلوش يا جماعه، عارف ان انتوا عندكم شغل وعارف ان انتوا ما فيش وقت تعملوا وكل واحد بينزل من بدري، بنفسك لو سمحت روح بقال التموين هيقول لك عيني يا ابو اشرف عينيا باذن الله لحد الجاي، وهيقعد يقول لك كده اسمعنا انا في ناس جميله يعني. معايا يا استاذ محمد من طنطا. الو يا استاذ محمد. الو محمد بيه يا فندم. الو السلام عليكم. اتفضل يا فندم. ايوه معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا فندم. ايوه انا معاك والله. بص دلوقتي بالنسبه لبطاقه التموين. انا قلت بس بالنسبه لبطاقه التموين. يا فندم دلوقتي انا احنا 3 افراد. كويس ماشي. كويس احنا 3 افراد. تمام يا فندم. احنا 3 افراد. خد ربنا ربنا ماشي. وصرفت شهر 9 التموين بالكامل. كويس. شهر 9 التموين بالكامل. كويس يا فندم. ماشي. وبعدين عندنا في شهر 10 قالوا حدثوا البطاقه. وفي شهر 10 قالوا حدثوا البطاقه. حدثت يا حاج محمد؟ حدثتها. نقص نفر مننا. طيب هستأذنك ممكن توصل المكتب تشوف. نقص نفر مننا. طب هستأذنك بس في حاجه. الو حاول تسمعني بس يا حاج محمد. سامعني حضرتك؟ ممكن تجاوب عليه بقى. هو بس يوصل المكتب ويشوف مين الفرد اللي وقع في شهر 10 دوت ويرجعه تاني. طيب معانا مين؟ طيب لغايه ما يعرفوا ارقام التليفونات احنا بندخل قبل المداخله رقم التليفون لازم يبقى معانا، على اعتبار ان انا لو حبيت اتواصل مع حضراتكم او فريق الضخم الفريق المكوكي فريق المكوكي من وزاره التموين حد يقعد يتفرج عليا يقول لي معقوله احنا مشاكلنا بتتحل بالسهوله واليسر ده؟ طب الحمد لله يعني معانا باب اهو، اللي فات بقى فات، معانا باب بنقدر نخبط عليه وبيفتح وبيجاوب وبيرد وبيجي لكم، هو جاي لكم عشان يبقى معاكم عشان يطمنكم. معايا الاستاذه فاطمه من شبرا. اهلا بيكي استاذه فاطمه، نوطي التلفزيون من فضلك. اتفضلي. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي.
انا كان لسه اخش اتكلم مع مصين التومي. ما هو مع حضرتك. اتفضلي يا فاطمه. بقول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. انا بس اختي عامله بتاعت التومين بقالها كتير، هي مش عارفه تكلمكم دلوقتي. طيب. بتقول لحضرتك كل ما تنزل على بتاعت جوزها مش عارفه تنزل. هي ساقطة من عند بطاقة جوزها يعني؟ هي عاملة بطاقة ومش عارفة تنزل على بطاقة جوزها. هي عاملة بطاقة لوحدها؟ كل ما تروح هي لوحدها. طيب. عيالها ما رضوش، هي مش عارفة تنزل عشان ينزلوا عيالها. اسمعي بس، هي عايزة تنزل الأولاد ولا عاوزة تروح من بطاقتها لبطاقة جوزها؟ هي ما كانتش عاملة بطاقة، عملت بطاقة وعملت البحث وكل حاجة، ودلوقتي المفروض يجي لها رقم سر عشان تنزل على بطاقة جوزها، وما فيش رقم السر مش راضي ينزل. خدي بالك بس، خدي بالك يا فاطمه، البطاقه اللي طلعت لاختك دي مش مظبوطه. لايه؟ مش 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 اختك فاطمه، مش اختك دي متجوزه؟ ايوه. ما يحقش ليها تطلع لها بطاقه لوحدها. لا ده هي عايزه تتدف مع جوزها عشان تتدف هي وعيالها. طب انا عايز اسالك انا سؤال وانا هحاول اخد بالي بس من حاجه، هي اخت حضرتك دي كانت نازله على بطاقه باباكي ومامتك؟ لا ما كانتش على بطاقة بابا. حلو، هي راحت عملت بطاقة لوحدها غير بتاعة جوزها بعد ما اتجوزت، راحت عملت بطاقة باسمها؟ عملت بطاقة قالوا لها لا لازم جوزك يطلع من عند مامته وباباه ويضيفك عنده، طلع صح من عند مامته وباباه وعمل بطاقة وصرف بيها كذا شهر اهو، وهي برضه ما اتصلتش عليه. عشان هي لسه يعني هي لسه على بطاقتها. هي لسه على بطاقتها، بطاقتها ما اتقفلتش. يعني المفروض نروح نقفل البطاقه، تروح تقفلي بطاقتها تعملي فصل لا. صح؟ بصي خليها تروح المكتب تخرج من البطاقه بتاعتها لبطاقه جوزها الاول، تقفل البطاقه بتاعتها نفسها. مش تقفلها، خدي بالك من الكلام علشان ما تقفليش البطاقه خالص. تروح المكتب تقول فصل اجتماعي من البطاقه بتاعت اختي لبطاقه جوزها. ايوه دي رقم واحد، وبعد كده تضيف. ايوه خلاص؟ ولو جوزها عاوز يضيف الاولاد دلوقتي يضيف الاولاد على بطاقته هو. ما احنا ضفنا الاولاد على بطاقته هو. طب كده خلاص، يبقى هي بس توصل المكتب تقول فصل اجتماعي من البطاقه دي لبطاقه جوزها على طول. طيب ماشي، انا بقول لحضرتك انا معايا ثلاث عيال وقدمت لهم معانا في البطاقه انا وباباهم، هينزلوا معانا برضك ولا؟ مش حضرتك ضفتيهم؟ ضفتهم. هينزلوا في الشهر اللي فات. هينزلوا يا فندم، هينزلوا. بس انا رحت مكتب التأمين نفسه. رحت ايه؟ راحت مكتب التموين نفسه. انا رحت مكتب التموين بنفسي. ماشي يا فندم، مش مشكله، سواء رحت المكتب او ضفتي من على الانترنت هينضاف. انا والله عايز اقول لكم يا جماعه ان احنا بشكرك جدا جدا، عايز اقول لكم يا جماعه ان انت تضيفي من على الانترنت او تعملي اي معامله على الموقع دعم مصر او تموين دوت كوم، ده بقت خلاص انت مش محتاج تروح المكتب وكل يوم تروح تقف في الطابور وتزهق الناس، تزهقك وانت تزهقهم، وانا من الساعه 9 الصبح واقف، وانا مستغرب وقوفكم الساعة 9 الصبح ونقعد نقول الناس بتروح ليه. انا هقول لكم على حاجه تخليكم ما تروحوش المكاتب اصلا. معايا الحاج طارق، اهلا بيك الحاج طارق. اهلا بيك الحاج طارق نصار، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك يا عم الحاج، اهلا وسهلا. وعلى ضيفك كريم، اهلا وسهلا بيك يا عم الحاج، اهلا بيك. ازيك يا باشا؟ الله يخلي حضرتك. احنا في عندنا مشكله هنا في مكتب تموين ابو بيتز محمد. اتفضل يا فندم. اولا معظم الناس اللي عامله بطايا وشايله تليفونات يا دوب بيقول الو ويتصل وخلاص، لا بيعرف يخش ولا يعرف يعمل. كويس. المشكله الكبيره بقى يا استاذ محمد ان في اكتر من 5000 بطاقه موقوفين بسبب البقالين بتوع التموين ان صرفوا عليهم صرفات زياده، فالبطايا دي موقوفه. انا كانت جات لي المشكله دي على فكره. فقالوا لهم حدثوها، فراح حدثوا وراحوا دفعوا في البنك 20 جنيه ولغايه دلوقتي بقى لها اكتر من 6 اشهر البطايق ما جاتش. كل ما يروحوا المكتب ولا بيدوا لهم يعملوا ايه ولا بيدوا لهم لا، بعد شهر بتعالوا بعد اسبوع بتعالوا بيروحوا بطايقهم ما جاتش. طيب استاذ عمرو معاك اسالك كام سؤال كده حاجه طارق. ماشي اسمع. هي مشكله ابو الغيط معروفه لان كان عندنا. ازيك يا استاذ طارق؟ ازيك يا باشا؟ بص انا بطمنك لان احنا كنا متواجدين ساعه الناس اللي جونا الوزاره من كام شهر، والوزير ساعتها ادى تعليماته لمدير المديريه الاستاذ عربي ان هو يديهم ورقه خبز لحين استخراج البطاقه. تمام. برضه لازم حضرتك تبقى متفق معايا على ان البطاقات التموينيه اللي وقفت عند اصحاب المخابز عند حضرتك تمام عند البقال التمويني
دي خيط حرز نيابه. تمام. ومحدش بيقدر يتدخل في احكام القضاء. تمام. تمام. دي مرهونه على قضيه، لكن الوزير ساعتها طلع قرار من عنده ان انتوا تاخدوا الخبز لحين استئذان النائب العام في سرعه القرار للبطاقات عشان تاخدوها. تمام. ما ده حصل بالفعل، والمكتب قال لهم روحوا ادفعوا في البنك 20 جنيه وعمل ورق من جديد. تمام. والكلام ده حضرتك بس تنتظر، حضرتك بس تنتظر عشان حضرتك عارف ان احنا بنحترم القضاء ومحدش بيقدر يتدخل في احكامه. بس تمام. انا بطمنك ماشي يا استاذ عمرو. بشكرك يا حاج طارق واهلا بيك. بشكرك يا استاذ محمد. تحت امرك فندم. تحت امرك فندم. طيب الزحمه الغير مبرره اللي موجوده في المكاتب، اتكلم عن بعض المكاتب، بعض المكاتب، بعض الموظفين، بعض المديرين، بعض، ها مفيش حاجه اسمها كل، في حاجه اسمها بعض، لان في ناس اكيد عندها نفس المنطق بتاعنا يا استاذ عمرو، بنحب اهالينا ونفسنا نخدمهم، ناخد سوا، الحاجات دي موجوده في بعض المكاتب. البعض الثاني هنتكلم، احنا اللي عاملين الزحمه، احنا اللي بنروح نقف نعمل زحمه ليه؟ عشان مش عارفين ناخد خطوة التحديث اللي ممكن تعملها وانت في بيتك من خلال جارك، من خلال حد من قرايبك، حد كل الناس عندها اولاد عندهم تليفونات فيها انترنت. معايا مين؟ استاذة نجلاء من اسكندرية، اهلا بيك. حضرتك يا استاذ محمد. ازي حضرتك، اهلا بيك يا استاذ. الحمد لله اخوي. الحمد لله. بقول لحضرتك يا استاذ محمد. اتفضل. انا احنا اربعة انفار وانا صاحبة البطاقة. وانت صاحبة البطاقة. انا صاحبة البطاقة انا وعيالي. كويس. بقى لي شهرين بصرف عيالي وانا شايلين من البطاقة، وغلب تروح مكتب التأمين محدش بيريحني، وعملت تعديل. عملت التعديل على النت؟ عملت تعديل، عملت تحديث وعملت تعديل، حطيت صور البطايق بتاعتي وبتاعت عيالي، محدش بيريحني في مكتب التأمين خالص، رمل تاني غبريان. طب معاك يا استاذ عمرو اهو بقى، هو اشتكي له بقى. يا حاجة نجلاء هتاخدي. نعم. الافراد اللي سقطت من البطاقه لغايه ما نخلص المراجعات ان شاء الله شهر 12 او شهر 1 بالكتير. يعني تاري الجمله دي معلش. ايوه هي بس الحاجه نجلاء مستعجله الصرف بعد التعديل. يعني عدلتي يا حاجه نجلاء صح؟ يعني ما عملش تعديل تاني واحد صور. لا ولا اي تعديل. ما تعمليش حاجه تاني خلاص. خلاص انت عملت التعديل. عملت التحديث وعملت تعديل صور البطايق، كل ما بروح المكتب التوميل ما تروحيش، بتروحي ليه؟ رمل تاني غبريات. ما تروحيش تاني يا حاجه نجلاء خالص. وحضرتك بتصرفي التموين في شهر 12 او شهر 1 بالكتير، هتتلاقي الافراد اللي وقعت من البطاقه دي وانطلب تحديثها هتقبضيهم تاني. خدت بالك يا حاجه نجلاء من وجهه النظر دي؟ يعني انت كده كده ما تروحيش بقى مكتب التموين تاني، وانت في صرف 12 او في صرف شهر 1 اللي جاي هتلاقيك بتصرفي افراد الاسره اللي موجوده على البطاقه زي ما هي. بشكرك جدا يا حاجه نجلاء. حاجه نجلاء ربنا يقويكي. معايا استاذه، استاذه سماهر اهلا بيكي، اتفضلي. الو. ايوه استاذ. اتفضلي. انا بطاقه بابا محمود محمد السيد. ماشي. وهو متوفي الله يرحمه. كل الناس التوميل وكده هو عشان واحد. وطي التلفزيون بس عشان اسالك سؤال، هو بابا الله يرحمه توفى، البطاقه فيها كام حد تاني؟ احنا كنا فردين، هو بقى متوفي بقى له 5 سنين. كده بقيتوا فرد واحد؟ بقينا فرد واحد. بتروح تصرفه بقى ما بتصرفش؟ يعني هي دلوقتي نشط لها وطلعنا الورقه وقالوا موجود فيها فرد بس واحد. ما بتصرفش. طب معاك يا استاذ عمرو. خليكي هي خد بالك دي كانت مشكله حصلت في فتره من الفترات، ان لما كان بيتحذف المتوفي ما كانش بيتحذف هو كشخص، كانوا بيحذفوا فرد من عداد البطاقه. هنا البطاقه كانت فردين، لما اتحذف فرد اتحذف الحي. طبعا البطاقه وقفت ليه؟ وقفت لان المتوفي لسه متشال قريب، فسمعت الفرد، فسمعت كده الفردين فالبطاقه وقفت. الحل الجزئية الثانية من البطاقات اللي هم أصحاب المتوفيين، لازم نغير البيانات من المتوفي للي عايش في المكتب. طبعا عندنا كمية بطاقات واقفة كده. طب كويس المعلومة دي. فحضرتك البطاقة دي باسم الوالد مظبوط؟ رحمة الله عليه. حضرتك هتروحي المكتب، عفوا هتروحي المكتب تحولي بيانات البطاقة باسمك أنت. باسمي أنا؟ هو مين كان على يعني البطاقه؟ يعني احنا بتاع التوميل شهاده الوفاه من ساعه ما هو توفى. يعني مين كان على البطاقه مع بابا قبل الوفاه؟ انا وامي.
وماما معايشه ولا؟ ماما عايشه. يعني انا دلوقتي انا وهي وصلوا فرد واحد. طيب هستأذنك تروحي المكتب بس، او ممكن من خلال التحديث من على الانترنت وتحطي الاسم بتاعك انت او ماما، شوفي مين اللي واقع فيكم انتوا الاثنين حطيه. طب ما احنا روحنا وكده وقدمنا الورق ومفيش. لا انت ما تروحيش بقى تقدمي الورق، انت معاكي موبايل بتخشي على الانترنت. هتكتبي في جوجل، في البحث في جوجل، محرك البحث جوجل، دعم مصر، هيفتح لك موقع. هتخش في ما تفتح الموقع ده تحط بطاقه الرقم القومي بتاعتك او بتاعه ماما، وتحط رقم بطاقه التموين. ايوه مجرد ما هتفتحي تحط الرقمين دول وتفتحي الايكون دي هتقدري انت تستوعبي الخطوات، لانها سهله قوي عاملينها هم بطريقه سهله جدا. هتعرفي تشغليها ازاي وتضيفي ازاي وتلغي ازاي وتنقلي البيانات باسمك. يا جماعه دي خطوه سهله جدا، ده احنا لما بنيجي نعمل ايميل على الفيسبوك بندوخ 7 دخان ومع ذلك بنعمله. معايا مين؟ استاذ طاهر، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. وطي صوت التلفزيون من فضلك يا استاذ طاهر. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اتفضل يا استاذ طاهر. معايا مشكله والله في ضيق التأمين اخواته وضايقنا احنا كلنا. معلش هنعلي صوتك تاني وتقول لي الجمله دي. معانا مشكله في ضيق التأمين بتاعتنا وبتاع اخواتي الكل، يعني المشكله دخلت بقى الدايره كلها في صوتك. ايه بقى المشكله؟ المشكله مثلا احنا كنا ناخد مثلا 5 افراد دقيق. 5 افراد دي ايه؟ افراد دقيق. كويس. تلقاهم فرد واحد يا فردين، ترجع مكتب التأمين تاني يقول لك ارجع اوتوماتيك. ارجع ايه؟ خدت بالك من السؤال؟ يرجع وحديهم. طاهر طاهر يا طاهر اتفضل يا باشا. هستأذنك لو في حد من عندك من اولادك او من ولاد اخوك يقدر يتعامل مع السايبر. بس يا طاهر يقدر يتعامل مع... طب اسمعني يا طاهر لو سمحت، لو في حد من اولادك او من اولاد اخوك بيفهم في الانترنت كده ولا حاجه يروح يقعد في السايبر ويفتح البطاقه يشوف مين اللي واقع ويضيفهم من خلال الانترنت، وتريح دماغك وما تروحش المكتب لو سمحت. حاضر يا فندم. ماشي يا طاهر، بشكرك جدا جدا جدا. طيب هناخد التليفونات بس نتكلم دقيقتين حتى نستفيد. طب اخد سميه بقى كده نكمل كلامنا. استاذ سميه اتفضلي. الو. اتفضلي يا فندم. وطي التلفزيون. قولوا يا جماعه. ماشي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا فندم انا بطاقه بنفرين بس. كويس. اتفضلي. هي البطاقه بنفرين. كويس. رحت اجيب التأمين جاتني بنفر واحد. وقلت ادخل عيالي على التحديث. ايوه. هي معليه التلفزيون، اقول لها موطي التلفزيون تقول لها موطي. يا بابا التلفزيون. طب ما انا قلت لك في اول المكالمه وطي. ماشي يا فندم معلش انا اسفه. ولا يهمك. المهم رحت اجيب التأمين بنفر واحد ورحت احدث العيال وكده ودخلهم في التأمين. كويس. واتكلمت معاهم، رحت مكتب التأمين اللي في عند باتا، ما حدش فادني باي حاجه. طبعا وانا خايفه لا توقف البطاقه. البطاقه مش هتقف. شوفي حد في سايبر جنب منك، عشان بس خدي بالك يا سميه ان كل البيانات بتاعه التحديث دي مسؤوليتك انت. ما انا رحت وعملت تاني تعديل. طيب التعديل غير الاضافه، انت بتقولي عملت التحديث وعملت وعملت تعديل. طالما عملت التحديث وعملت الاضافه ما تستعجليش ان انت تصرفي الاثنين، لان صرف الناس المحذوفين كلهم هيبقى مره واحده. يعني مش هتضيفي حد دلوقتي وتروحي تاخديه بكره او الشهر اللي جاي. خدت بالك من الحكايه دي؟ ماشي يا فندم. ماشي يا سميه. ماشي يا سميه. التحديث يا جماعه انا عايز اعمل حلقه اكتب فيها والله كلمه التحديث. التحديث انا هفضل اتكلم في التحديث وهنعمل اخر 10 دقائق اكلمكم انا يعني ايه تحديث، واقعد احكي مع اهلي وحبايبي كده يعني ايه تحديث. معايا محمد باسكندريه. اهلا بيك يا استاذ محمد. حاج ام محمد اهلا بيك يا حاج. الو اتفضلي يا حاجه. الو ايوه اتفضلي. بص لو سمحت احنا بطاقتنا احنا 6 افراد فيها. كويس. فالبطاقه دلوقتي من شهر 5 وقع الرقم السري. وقع الرقم السري. وقع. كويس. وقع فين يا فندم؟ وقع ضربه غلط. اللهم صل على النبي بتاع المجمع اللي كنا بنجيب منه. تمام. على المكنه. عملتي رقم سري جديد؟
حاولت لما دخت لغايه النهارده، انا جوزي 63 سنه على المعاش 800 جنيه معاشه، لغايه دلوقتي النهارده وقف في طابور طويل في سموحه عشان يحاول يجيب، قالوا جيبوا جواب وروحوا الشركه وهيدوكوا رقم سري جديد. خدي بالك، طيب الطابور الكبير اللي حضرتك بتقولي عليه، لان المكاتب متكدسه. تعب تعب، بص احنا من شهر خمسة واحنا كده. طيب ودخل. انا هقول لحضرتك عن حاجه. ايوه، مكتب التموين دلوقتي مكتب التموين دلوقتي خدي بالك يا حاجه، ايوه شغال خدمات كتير، وفي وفي مكاتب عندنا مش مستحمله. فاحنا ممكن نكون بنعتذر لك على الزحمه دي، لان ان شاء الله احنا داخلين في فتره تطوير للمكاتب. أيوة. استحملي بس الحلول. شويه الحلول ايه؟ الحلول ان حضرتك لازم تقفي في المكتب وتعملي عمليه ادخال رقم تليفون عشان يجي لك رقم سر جديد. عملت طيب، وبعت رساله كذا مره، كذا مره يقولوا لي هتصرفي من شهر 6 4 6 هتصرفي 4 8 هتصرفي 4 9. طيب ممكن تعملي بدل، لحد الان مفيش اي حاجه، ممكن تعملي بدل تالف جديد؟ يعني اكلف الدوله بدل تالف وانا عندي امكانيه تغيير باسبور وانا عندي طاقه. الرقم خد بال حضرتك، احنا عندنا مشكله في استخدام التليفون. الباسورد لما بيجي لك رساله قصيره. اوقات تليفونك ده، التليفونات الحديثه كلها مفتوح، الخدمات القصيره من تبع شركه التليفونات. طيب في ناس عندنا اللي هم زي ابهاتنا كده وامهاتنا ماسكين تليفونات صغيره، الخدمه ما بتبقاش مفعله. لازم يرجع مركز خدمة العملاء بتاعة شركة الاتصالات زي ما انا وضحت معاك. دخلنا على النت واتكلمنا، مش الانترنت يا فندم. ايوه، تروحي حضرتك شركة الاتصالات اللي تابع ليكي تفعلي خدمة الرسائل القصيرة على الموبايل علشان تقدري تبعتي الرسالة على الرقم 912-37. بعتنا كذا مرة وردوا علينا، ردوا عليكي كذا مره ويردوا علينا، يقول لك ايه بقى؟ في شهر 6 8. مين اللي هيرد عليكي؟ مين اللي بيرد عليك يقول لك في 6 و8؟ هما بيردوا علينا برساله، بيرد عليهم برساله. تمام، برساله بيردوا علينا، والرسائل على الموبايل معانا. لما بيجي لك الرساله ديت وبيقول لك هتصرفي 4 10 او 4 9 او 4 11، طبعا بتنزلي عشان تصرفي عيش، صح؟ انا كده كده العيش بصرف. ماشي، لا لا، يبقى هستأذن حضرتك اعملي بدل تالف لو سمحت. اعملي بدل تالف، لان المفروض البطاقه بتاعت حضرتك بعد ما بتطلع وبتستلميها لازم تشتغل تموين الاول. كون ان حضرتك دلوقتي بتقولي بتستلمي خبز بس، يبقى كده الشريحه النحاسيه مش مستقبله الداتا بتاعت التموين. حضرتك تروحي المكتب تطلبي بدل تالف جديد، وبعد ما تعملي بدل تالف تصرفي تموين الأول. تموين الاول، مش العيش الاول. ضروري، عشان الحكايه دي قابلناها قبل كده، نصرف تموين الاول. المشكله ان احنا خايفين بص. نعمل بطاقه ندوق. لا اعملي بقى تجيش، بص 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 حوالينا ناس كده. بص هقول لك يا مدام سميه، اخوك محمد اهو ربنا كرمني والناس هنا بتيجي وعايزين يخدمونا، فما تقلقيش، خلي حد يعطل لك الحكايه واحنا نشتكيهم. والله بتتعطل، بص وبندوخه، ما تقلقيش، احنا معاكي. انا في احتياج التوميز ان شاء الله. انا بشكرك جدا، انا عايز اقول لحضرتك ما تقلقيش، عندك مشكله ان شاء الله نوصلها للاستاذ عمرو محمد، وهو الراجل بيستقبل بيقول اهلا بيكم. معايا استاذ صابر. الو، السلام عليكم. اتفضل يا استاذ صابر. عليكم السلام. لو سمحت، معايا بطاقه بتاعت ورثه. بتاعت ورثه؟ قول لي بقى. ماشي ماشي. كنت انا ووالدتي في البدايه خالص، بعد كده ضفت بنتين ليا. ماشي؟ بعد ما والدتي ما توفت خصمتها، وجواب الخصم معايا من المكتب. تمام. ماشي؟ بعد من كده جيت ضفت والدتي لما توفت، جيت خصمتها ورحت ضفت ايه؟ مراتي معايا، عملت فصل اجتماعي وضفتها معايا. تمام. وجواب الخصم والاضافه برضه بتاعها معايا. تمام. صار بقينا ايه؟ اربع افراد في البطاقه، وقعدنا سنتين ونص كنا بنصرف بالبطاقه عادي. تمام. بعد من كده قام جاي خصمين الزوجه. خصموا الزوجه بعد منها بسنه، قام جاي خصمين ايه؟ البنتين التانيين. اصبحت البطاقه بعد من اربع افراد بقت فرد واحد. مذنبيني ثلاث سنين على الوضع دوت. طب يا استاذ صابر بعد اذنك. ماشي، ثواني حضرتك. اتفضل. وفي العيش انا كان بحضرتك كنت طلبت برضه تحديث قبل من كده من كام سنه، فجيت قدمت البنت الثالثه فانضافت في العيش، بقى انا خمس افراد عيش.
وحاليا دلوقتي بقى 3 سنين اهو بصرف فرد واحد تموين وهم جايين خاصمين لما جينا المواد التحديث ده اتخصم فرد واحد من العيش اللي هو الاضافه بقينا 4 افراد عيش وفرد واحد تموين تمام وفرد واحد تمويل تمام. اسمع بقى الاستاذ عمرو. طيب هنستاذن حضرتك يا استاذ صابر هتدخل على التحديث وتحط الافراد اللي حضرتك شايف عملت حضرتك اللي بتقوله دوت عملته على النت امتى امتى يا استاذ التعديل عملت التعديل زياده عن 4 مرات عملته امتى يا استاذ صابر لو سمحت عملت مره مرتين اثنين في 2017 9 8 2017 استاذ صابر استاذ صابر اسمعني يا استاذ صابر من فضلك سامعني يا استاذ صابر نعم اسمعني يا استاذ حضرتك سامعني اه سيب التحديث اللي انت عملته في 2017 و2018 تمام وعملت 2 السنه دي 1 في شهر 3 18 قالوا القديم ملوش لازمه طب اسمع بس الجمله دي على بعضها يا استاذ صابر وانت اكيد هتلاقي حاجه جديده مختلفه ماشي هستأذنك دلوقتي اعمل عمليه التحديث اللي احنا طالبينها من خلال الويب سايت tamwin.com.eg دخلت على الصفحه دلوقتي بيجيب لك لا يوجد تحديث بيانات ادخل على الاضافات يا فندم دخلت والله على الاضافات بس على الاضافات دخلت على الاضافه ودخلت على التحديث قال لك ايه بقى لا يوجد تحديث بيانات الجمله دي وفي الاضافه نفس الموال غير مطلوب اضافه او ليس مطلوب اضافه طب يعني انت مكتب تموين ايه حضرتك مكتب تموين ايواء عين شمس ايواء عين شمس ومبهدلنا مبهدلينكوا ازاي يعني طيب انا هتواصل مع حضرتك بعد البرنامج على طول هيكلمك سبت رقم تليفونك صح اه بشكرك جدا استاذ شحاته اهلا بيك يا استاذ شحاته كفندم اتفضل يا فندم دلوقتي حضرتك يا فندم انا معايا بطاقه اه وجيت انزل المواليد قالوا لي غير من 2005 بس عندي انا مواليد 2003 دول كانوا نازلين غلط يعني طب قول له لا دول نازلين غلط ما لهمش قرار عندي انتوا اصلا ما كانش ليك ان هم اصلا ما كانوش يعني ما كانش نزلوا غلط نزلوا غلط فاحنا اتحذف نزلوا غلط ازاي يعني هو ما كانش فيه قرار بنزول المواليد في التوقيت ده اه فهم لما نزلوا غلط والسيستم الجديد والمنظومه الجديده اكتشفت ده سقطوا لكن اضافه المواليد هيصرفوا من شهر واحد السنه دي يا فندم بطل. حضرتك يا فندم البطاقه طالعه جديد يعني من سنه استلمتها ما كانش فيها مواليد لما جيت قالوا في تنزيل مواليد نزلت مواليد رحت انزل قالوا لي لا ده المواليد اللي معاك ديت احنا بناخد من 2005 بس انا ما اقدرش انزلهم هو دلوقتي كان عنده 2 من مش المواليد اللي انا عايزهم دلوقتي انا عايز من 1/1/2005 حتى 31/12/2015 يعني انت عايز من 1/1/2005 لغايه 31/12 2015 ده احنا كتموين هو رايح يضيف حد قبل التاريخ ده او قبل السن ده لا هو كان موجود اصلا لو هو شايف ان هو كان موجود يحطه يضيفه طيب ما انا بقول لك هتخش على السايبر روح للسايبر الكمبيوتر اللي اي سايبر حواليك او اي حد معاه موبايل فيه انترنت وكمبيوتر اديله بطاقتك واديله بطاقه التموين وقول له ضيف الاثنين اللي اتحذف واعمل تحديث مظبوط كده بس طيب خلاص معانا مين استاذ احمد مجدي ارجع اتصل بينا تاني طيب خلينا اسالك التحديث ده ابتديته امتى عشان الناس بس في ناس اتفاجئت ان في حاجه اسمها تحديث 1/8/2018 1/8 اللي فات ده اللي هو من شهرين حوالي شهرين طلبته التحديث كل الناس اللي حدثت قاعده البيانات بتقول كام في الميه حدثوا احنا لغايه دلوقتي النسبه داخله في حوالي 45% داخلين 50% يا جماعه ما نهزرش البطاقه تقف وترجعوا تقولوا لي الحق البطاقه وقفت نتصرف ازاي وهيبقى رقم كبير يعني النهارده لو بنتكلم عن معلومه ناقصه او مشكله الواحد ولا 2 ولا 3 والباقي بيصرف والباقي تمام والدنيا هو مش جميله هيصرف. انت هو بعد 7/11 مش هتعرف تصرف فعلا ولا هياخد عيش ولا هياخد تموين متاكد اه طبعا الكلام ده لكل الناس اللي بتشوفنا يا جماعه هتجرب هنبتدي نروح لمنطقه التظلمات والسيستم والموظف والزحمه والدنيا وخد بال حضرتك من نقطه مهمه احنا بقالنا فتره كبيره بنناشد للتحديث من قبل شهر 8 كمان
وفي ناس مش عايزه تقرب للبطاقه خالص، وده غلط. طيب معايا اتصال من الدكتور احمد صحاب مدير الاتصالات والخدمات الحكوميه. اهلا بيك فندم. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك وشرف لينا وجودك معانا في برنامج بكل جراءه، وبيشرفني طبعا ضيف الكريم استاذ عمرو محمد بيه. بحييك على الحلقه الجميله دي، وبحييك على الموضوع، وتحياتي للاستاذ عمرو. اهلا بيك. هو يعني واضح ان هو بيساعد الناس على قد ما يقدر، بس انا كان عندي فكره ممكن اقدمها من خلال برنامجك للاستاذ عمرو، هتريح المواطنين. ممكن اخد من وقتك بس 3 دقايق. اتفضل يا فندم. دلوقتي زي ما قلت حضرتك وزي ما قال الاستاذ عمرو، ان احنا في نسبه من المواطنين معهمش سمارت فون. صحيح. معهم التليفونات العاديه القديمه اللي هي زراير. انا هكلمك بنسب حقيقيه. احنا عندنا تقريبا 109 خط محمول في مصر. 109 مليون خط محمول. 109 مليون طبعا. و 50% منهم تقريبا هم تليفونات عاديه مش سمارت فون. تمام. من ال 50% التانيين اللي هم مفروض شايلين كلهم سمارت فون، نصهم ما بيفعلش خدمه الانترنت على موبايله. يمكن علشان ما تبقاش فيه مصاريف زياده، يمكن هو نازل على الباقه بتاعه المكالمات بتاعته واتساب او فيسبوك مجانا، فهو مش محتاج ان هو يفعل انترنت باشتراك. او ممكن يعتمد على الواي فاي اللي موجود في الاماكن العامه او في شقتهم او عند جيرانهم، او مهكر شبكه من الشارع، يعني اي حاجه في دول. بالظبط. هي دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، علشان انا بقول لحضرتك النسب، وكمان هقول لحضرتك على مشهد انا شفته بعينيا علشان نربط مع استاذ عمرو الخدمه اللي احنا ممكن نقدمها للجماهير. المشهد اللي انا شفته بعينيا ان في مكتب تموين في المعادي بالتحديد، واقدر احدد المنطقه طبعا، في شباب 3 أو 4 شباب موجودين بلابتوب قاعدين بياخدوا من المواطن 10-15 جنيه على اعتبار ان هم يعملوا ابديت للبيانات على السيستم. تمام. كويس. وطبعا الشباب دول دي شغلانه بيشتغلوها، يعني هم مش موكلين من جهه، من رئاسه حي او من وزاره التموين. هم ناس حسبوها بسرعه، الناس دي بسيطه ما لهمش في الابلكيشنز او الويب سايتس او اي حاجه، ومعاهم تليفون عادي، فاحنا هنروح نقعد باللابتوب ناخد بيانات ونحط البيانات دي على الانترنت، فاحنا نعمل للناس تحديث ويعملوا تحديث. الحكايه دي يا استاذ عمرو فيها خطورتين. اول خطوره ان لو انت بيقف قدامك كل يوم 50 شخص، فالشاب اللي قاعد ده خد داتا ل 50 شخص كل يوم، وما نعرفش بعد شهر ال 1500 فرد المينيمم دول، طبعا الداتا بتاعتهم دول الشاب ده هيستغلها في ايه؟ ما هو الراجل بيقف غلبان، ولا الست تقول له اسمها بالكامل واسم جوزها بالكامل واسم ولادها وعنوانها. فالناس دي قعدت خدت فلوس علشان تعمل ابديت للبيانات، وخدت الداتا بتاعت شعب مصر. انا بكلمك لو واحد قاعد في مكتب واحد في مصر كلها، اجمع بقى كم المكاتب واضرب في 50 نفر في اليوم وشوف توتال اخر الشهر بنعمل ايه. احنا في الاخر كده وكاننا بنسلم بيانات المواطنين الحل ايه لجهات غير شرعيه وغير معروفه. اتفضل. مساله خطر جدا يا استاذ دكتور احمد. دكتور احمد، ايوه يا فندم، هستاذنك بس في مقاطعه. اتفضل يا فندم. الابليكيشن بتاع دعم مصر ما بيسمحش لاي حد ياخد كوبي من اي داتا يا فندم، وهو بيدخلها لو هو انا هقول لحضرتك على حاجه. هو انا مش هدافع على الشخص اللي واقف بطريقه غير شرعيه وامامه قدام المكتب. هو لا، ما احنا ما ندافعش عنه. انا مش بدافع، انا ممكن اكون متفق مع حضرتك لان ده بيستنزف المواطن، بس خد بال حضرتك هو بيعمل داتا انتري. هو اوريدي كتب البيانات على اكسل شيت وخدها كوبي بيست حطها في الابلكيشن، فاصبح ان هو عنده نسخه على اكسل شيت ونسخه دخلت على الابلكيشن وعمل ابديت. النقطه الثانيه، ان انا اسف علشان ما اخدش من وقت الناس الثانيه اللي هتتصل. النقطه الثانيه ان كان في منهم واحد واقف اساسا مش واصل على النت. ده اللي انا شفته، ده اللي كان قريب مني. يعني هو بيعمل نفسه
داتا انتري، بيعمل نفسه انه بيدخل الداتا بس هو في الاخر ما بيدخلش حاجه يعني، وبياخد الفلوس. تمام، فاحنا كده فتحنا سوق ان احنا نطلع بياناتنا، بيانات المواطنين بره، وفتحنا سوق للنصب على المواطنين. طيب لو احنا اللي انا بقدمه الحل اللي انا بقدمه ان انا اقدر طبعا مع اجتماع مع استاذ عمرو بالاجتماع بيه واشرح له الموضوع بشكل اكبر بكتير، بس انا هقوله مبسط، ان اقدر من خلال رقم مختصر اتصل، اخلي المواطن يتصل بيه او يبعت له رساله يعمل ابديت لبياناته وتجيله رساله طن انت عملت ابديتد، يعني هو هيتصل يسجل بياناته بالصوت ويعمل ادخال رقم البطاقه التموين على الكيبورد بتاعه التليفون، وده مش محتاج سمارت فون، ده هو هيتصل لكنه بيعمل مكالمه عاديه، من خلال المكالمه دي هيسجل كل بياناته، السيستم هينقل بياناته دي على الويب سايت بتاع الوزاره فتعمل ابديت للمواطن. خلصت الحكايه على كده، هو تاكد ان عمل الابديت صح وفي نفس الوقت. والله فكره طيب انت خرجت اتفضل. طب هستاذن حضرتك يا دكتور، بس ممكن حضرتك تشرفنا في الوزاره بعد بكره ان شاء الله؟ لان احنا بكره يسعدني ان انا اقابل حضرتك ونقعد نتكلم في الموضوع دوت ان شاء الله بعد بكره، وان شاء الله بكره هيتم توجيه حمله لمكتب تموين المعادي عشان نتصرف مع ونتاكد من الكلام بتاع حضرتك مع الناس العرايس بالتحديد منطقه العرايس صار قريش المعادي. تمام يا فندم، اكتب لنا منطقه العرايس 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 منطقه صقر قريش. ما انت عارف بقى السهر. أيوة. دكتور احمد عايز اقول لك شكرا على لو ربنا كرم فعلا وقدمنا خدمه جليله، ان اهالينا اللي بيتعبوا وقلقانين وخايفين وبيستغلوا والناس بيستغلوهم في فكره 5 جنيه و10 جنيه و20 جنيه، يبقى كتر خيرك لو ربنا كرم وقدرتوا تعملوا لنا الخدمه دي، وده اقل حاجه نقدمها لاهالينا. ورفعنا هدك عن الوزاره واشتغلنا بتوجيهات الرئيس ان البلد لازم تكون التكنولوجيا فيها اعلى. صحيح. فاحنا التكنولوجيا من خلال الاتصالات، من خلال الويب سايت، من خلال الانترنت، في الاخر بنوفر مشوره على الناس اللي مش قادره، بنوفر عليهم دفع المواصلات والبهدله في المواصلات، بنخفف من الزحمه في الشارع. يعني هي ليها توجهات كفايه بعيدا عن كل الحاجات الجميله اللي حضرتك قلتها، كفايه ان انا الست الكبيره الطيبه اللي بتصحى من بدري تقف على رجليها اللي مش مستحمله وتقعد تتزق ودي تزقها ودي تزعقها والحاجات دي كلها، ده يخليني انا شخصيا اقول لك يعني يا ريتوا تعملوا كده. اشكرك جدا دكتور. ان شاء الله هستاذنك في رقم استاذ عمرو بعد الهوا، بعد الهوا نتواصل معاه. حاضر. وان شاء الله نعمل حل مبهر يعني. بشكرك جدا الدكتور احمد سحاب مدير الاتصالات والخدمات الرقميه، بشكرك جدا جدا جدا. دكتور عمرو عايز رسائل بقى هنحدث ليه خطورة التحديث، ما نخافش، نعملها ازاي؟ خلينا نكلم المواطن اكثر صراحة، ما فيش داعي للقلق من عمليات التحديث للبطاقات التموينية. كل اللي احنا طالبينه حدث بياناتك، اديني بياناتك بالشكل السليم، لان حضرتك بتاخد مني وبتاخد من الدولة فلوس دعم سلع ودعم في الخبز، اديني بيانات سليمة يقابلك الخدمة بتاعتك كما تشاء. يبقى ما نخافش من تحديث البطاقات. طلع لنا الصورة بتاعة تحديث البطاقة من فضلكم عشان يشوفوا اهالينا شكل الموقع ايه، وناخد بالنا ان الفترة قربت تخلص. فهستأذنك حط تاني برضو الويب سايت بتاعنا اهي، ده للتحديث وللاضافات بدون التوجه للمكتب والزحمة. الفترة اللي جاية فترة حساسة وقربت تخلص، ده ويب سايت تقدر حضرتك وانت قاعد في بيتك، ده شكله وده الوانه ودي مكتوبة كده. الويب سايت سهل جدا جدا جدا، ابلكيشن خفيف خالص، داتا بيز بتحطها في منتهى السهولة واليسر، بس خليك مركز وانت بتحطها. يعني اللي انا طالبه منك وانت خمس دقايق كده رايق تدخل تحط بياناتك بنفسك. اللي شايف نفسه من السادة المواطنين وسقط منه فرد فردين ثلاثة أربعة، ادخل حطهم لي في الويب سايت وما تقلقش هيرجعوا، بس ما تستعجلش على عملية المراجعة، لازم الانتاج الحربي يراجع وراك ويشوف الداتا بتاعتك سليمة ولا لا، وهيتم الصرف في شهر 12 أو واحد بحد أقصى مع تنفيذ الإضافات. طيب معايا عبد الله من العبور، أهلا بيك عبد الله. يا مرحبا باشا. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. خير. أنا معايا بعد إذنك البطاقة محولها من أربع سنين من صهاج على العبور اليوبيل. محولها منين لفين؟ من صهاج على العبور. للعبور، تمام. آه.
وقف التاني ماشي كويس. انا محولها فجيت كل ما نروح يقول لي الشهر الجاي والشهر اللي بعد منه. يقول له ايه؟ كل ما يروح يقول له عايز يقول له الشهر الجاي اللي بعد منه. ماشي فجيت اخر مرة رحت لهم قالوا لك ايه؟ فجيت اخر مرة رحت لهم قالوا البضاعة بتاعتك متحولة على الغربية. الغربية؟ مش مختاروا الغربية يعني. ده اللي احنا بنسأله له بقى. طب ليه يعني قالوا لك الغربية؟ مش عارف. ده مكتب التموين بتاع العبور. طيب انت اخر حاجة عملتها في المكتب ايه عشان نبقى فاهمين؟ هل طلبت من المكتب ينقل البطاقة من الغربية للعبور تاني ولا سكت؟ عملوا على السيستم قال لك البطاقة يصرفوا بيها هناك وبعد كده قال لك اتوقفت. ما هو مين هيصرف فيها في الغربية؟ انت عندك حد في الغربية؟ لا. طيب حضرتك توصل مكتب تموين العبور تقول لمدير المكتب محتاج احول البطاقة من الغربية للعبور. قلت لهم قال لك اللي على بال ما تتوقف هناك احنا نحولها هنا. يا فندم هي مش هتقف، انت هتعمل اجراء النقل والوقف في نفس الوقت وانت في مكتب العبور. انت هتعمل اتنين اجراء في اجراء واحد. حضرتك صاحب البطاقة هتتقدم بالرقم القومي بتاعك وتقول انا صاحب البطاقة دي عايز اجيبها من الغربية للعبور. وبعد 15 يوم من تنفيذها هتعمل بدل تالف جديد عشان تصرف بالبطاقة الجديدة. طيب بشكرك جدا. معايا استاذ لطفي من شبرا، اهلا بيك. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا متشكر جدا يا استاذ محمد على المقابله بتاع حضرتك وعلى الضيف بتاع حضرتك. تحت امر. بقول انا عاوز اقول للاستاذ عمرو. ايوه يا فندم. معاك يا فندم. انا بطاقتي تموين دعم ثلاث انفار. ودعم ثلاث انفار واطلعالي جديده بالثلاث انفار بس العيش خمسه وانا مقدم على ثلاث انفار وثلاث اوراق رسميه وعملت تحديث لغايه وقتنا هذا اعمل ايه يعني؟ حضرتك حضرتك وانت بتصرف العيش بتصرفه ثلاثه ولا خمسه؟ لا بصرفه خمسه. طيب حضرتك هتدفع هنا الغرامه الاثنين اللي حضرتك بتدفعها؟ نعم يا فندم. ايوه يا فندم. كده حضرتك بتاخد خبز غير الخبز بتاعك. ايوه كده هيبقى عندك غرامه فردين زياده خبز. لكن لو حضرتك لحظه واحده يا استاذ لطفي. امرني. لو حضرتك من البدايه كنت بتاخد التلاته بتوعك وبتسيب الاثنين دول ما كنتش هتدفع حاجه، لكن حضرتك دلوقتي بتقر ان انت بتاخد خمسه. ايوه يا فندم مع احترامي لحضرتك انا وصلتها الجهات لغايه ما وصلت للاستاذ فوزي عفيفي. اعمل ايه طيب اللي عند حضرتك في المكتب؟ طيب هنا ما حدش يقدر يتدخل في ارجاع فلوس للدوله. حضرتك طيب. دلوقتي بتاخد اتنين ما انتش مستحق ليهم خبز. طب ذنب مين يا فندم؟ استاذ لطفي. استاذ لطفي معلش بعد اذنك أمرني. حاول بقدر الامكان طالما بنتكلم على حق دوله يبقى زي ما بنتكلم على حقك انت كمواطن. انا ما اقدرش ومحدش يجرؤ ان هو يسقط حق الدوله اللي حضرتك كنت بتاخده بطريق غير شرعي سواء بغلط او باي حاجه. ايوه فهمت. حضرتك دلوقتي تتوجه لمكتب التموين التابع ليك تشوف فرق الخبز بتوع الفردين دول قد ايه تدفع الفردين دول تجنبا لعدم ايقاف البطاقه بتاعه حضرتك، ولازم تسوي الموضوع ده بسرعه في اسرع وقت لو سمحت. طيب كويس كده. انا رحت بقى للاستاذ احمد جابر مدير الاداره نفسه. تمام. بتاع حي غرب. تمام. شبرا الخيمه. تمام. ورحت للاستاذ سامي بتاع مكتب تموين بجامل اللي انا مدير البطاقه. تمام. واتكلمت كده وقال لي حدثت، قلت له حدثت واديت له استمارتين ما حدثت بيهم. قلت له انا مطلع البطاقه الجديده في نفس الوقت مقدم ثلاث شهاده ميلاد بتوعي بس انا الثلاث افراد الخمسه دول ذنب مين؟ قال لا ما هو ذنبك انت كده مش ذنبك الظلمة انت حدثت اخر حاجه 2/10. قلت له قال لي احتفظ استمارتين. قال خلاص يبقى في اقرب وقت هينشروا الاثنين
وانت ما ذنبكش حاجه، ده ان المكان استاذ لطفي لان انت حدثت. طب اسمع كده يا حاج لطفي، اسمع كده من التلفزيون. انا بشكرك جدا يا حاج لطفي، هنسمع من التلفزيون اتفضل. عاوز حضرتك تتوجه بكره لمكتب تموين بجام تقابل الاستاذ عاطف وتقول له انا جاي لك وانا هكلمه بعد البرنامج مباشره دلوقتي، تشوف فرق الخبز للاثنين اللي كنت بتاخدهم فوق الثلاثه، ولازم تسوي الموضوع ده في اسرع وقت. طيب معايا عبد الحميد من الجيزه، اهلا بيك استاذ عبد الحميد. ايوه اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله ممكن اعمل مداخله مع الاستاذ؟ اه طبعا اتفضل. اتفضل. بقول لحضرتك انا بس عايز استفسار صغير. اتفضل. اتفضل. حضرتك سامعني؟ اه اتفضل. اه. هو التحديث لكل بطاقات التوظيف ولا البطاقات اللي بيطلع على البوم بس حدث بطاقتك؟ سؤالك حلو على فكره. ايوه. بص يعني كل البطاقات بتتحدث ولا اللي بيطلع لها على البون من فضلك حدث بطاقتك؟ هستأذنك في حاجه. ايوه. الرساله اللي احنا بنحطها على البون بتاع العيش. اه. والبون بتاع البقاله التموينيه هنفضل نحطها. هستأذنك بس، هنفضل نحطها لغاية يوم 8/11 للجميع. المطلوب من حضرتك عشان تتأكد ان بطاقتك سليمة ولا مطلوبة التحديث، هتخش على الويب سايت وتحط الرقمين البطاقتين القومي وبطاقة التموين، مطلوب تحديث هتحدثه. لو الويب سايت قال لك مفيش بيانات مطلوبة للتحديث يبقى انت بطاقتك سليمة. لو الويب سايت وانت بتدخل قال لك لا يوجد بيانات ما تقلقش، انت كده برضو بطاقتك سليمة. يبقى انا عندي حالتين للبطاقات السليمة اللي مش مطلوب لهم تحديث، لا توجد بيانات للبطاقة، اطمن بطاقتك سليمة 100%. مفيش بيانات مطلوبة للتحديث، حضرتك بطاقتك سليمة 100%. كويس اوي. هناخد رحاب من امبابة ونرجع اقف عند النقطة دي تاني. استاذ رحاب اتفضلي. استاذ رحاب. الو. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا كان عندي بطاقه 3 افراد. كويس. فصرفت اخر مره لبيع العيش شهر 9، وبعد ما رحت عشان احدث زي ما هم قالوا لي في الفرن اللي انت تروح تحدثي، رحت حدثت وكل حاجه وضفت بنتين، والبنتين دول حدثتهم دخلتهم مواليد وحدثت البطاقه. كويس. بصيت وانا بصرف التومين اول يوم في 1/10 لقيتها لا تستحق، رحت اصرف تاني يوم العيش لا تستحق، وانا مش عارفة اعمل ايه في مكتب التومين زحمة موت. رحت برضو السايبر تاني قمت محدثة برضو ما عملوليش اي حاجة، رحت المديرية ما عملوليش اي حاجة، فمش عارفة انا اروح فين تاني. اسمعي كده بقى يا استاذ عمرو، انا هكلمك دلوقتي معاش جزء 800 جنيه. هكلمك يا استاذة رحاب. استاذة رحاب مفيش داعي للاعذار لان ده حق ليكي لازم تاخديه. انا هكلمك بعد الحلقه على طول ان شاء الله. الرقم معانا وهنكلمك. اعمل علامه بس على مدام رحاب من فضلك عشان تبقى دي من اولى المشاكل اللي احنا هنشوفها. لو البطاقه بعد ما حدثت قال لي لا يوجد بيانات، لا يوجد بيانات، تبقى دي اتحدثت. لا يوجد. اول ما ادخل على الويب سايت حطيت الرقمين القومي وبطاقه التموين وعملت تحديث تحديث ويقول لي لا يوجد بيانات، البطاقه دي سليمه 100%. يعني مش محتاجه تحديث؟ مش محتاجه تحديث. خلاص تمام، اكني حدثت. تمام. او يطلع لي رساله ثانيه، رساله ثانيه لا توجد بيانات مطلوبه للتحديث، يبقى كده اتحدثت. يبقى كده برضو سليمه. هو كده بيبقى حدثها من فتره وعاوز يدخل يحدثها ثاني. ايه بقى اللي ممكن، ايه بقى اللي ممكن رساله ثالثه تطلع لنا غير دول؟ لا مفيش. طيب. هم انا عندي الثلاث رسائل دول بس. طيب الرسالة إيه؟ الرسالة المهمة بقى وانا بحدث او انا بضيف لازم بعد كل اضافة يقول لي تمت عملية الاضافة بنجاح، لازم اقراها بعيني. في الاضافة آه. لازم اقراها، ما قريتهاش ما ظهرتش ما تمتش. طب تعالى اخدك انا بقى في سؤال كده بسرعة، يعني يجي في دماغي كده. انا عندي بطاقتي مثلا بطاقة الوالدة او الوالد انا معاهم، وانا معاهم في البطاقة دي، جيت انا خلفت وانا معاهم هم في البطاقه دي، ينفع اضيف ينفع تضيف الولاد اللي بس هتحط لي البيانات بتاعت حضرتك، مش بطاقه بابا ولا ماما، هتحط بطاقتك انت الاب. يبقى انا الاب. ايوه. لو انا هضيف ولادي يبقى انا الاب. تمام. طب لو احنا 2 اخوات وكل واحد معاه ولدين عايز يضيفهم في نفس البطاقه اللي مع الام دي، برضه هتحط لي بياناتك. مش حضرتك هتحط ابنك على اسمك؟ اه. هتحط لي في عمليه الاضافه بتاعتك انت. كويس. بس واخويا اخوك هيضيف بنفس بياناته هو.
بنفس يعني هو يضف بياناته وانا اضيف بياناتي وينفع في بطاقه واحده. طيب ايه الحاجه الغلط اللي لو مشاهدينا هما بيعملوه وهما بيعملوا التحديث حطوا رقم غلط حطوا كلمه غلط تبوظ الدنيا ايه نبدا عليه؟ اي حاجه قابله للغلط قابله للتعديل في نفس اللحظه. ضفت ابني غلط برقم قومي غلط بدل ما اكتب 3 كتبت 2 اقدر احذفه واضيفه تاني في نفس الوقعه في نفس اللحظه ولا تاني يوم ممكن في نفس اللحظه تاني يوم ممكن. بس انا اهم حاجه عندي قبل ما السيرفر يقفل عداته. بيقفل عداته بعدها بقد ايه؟ وطيفر بقى ممكن يومين ثلاثه على حسب. خد بالك حضرتك دلوقتي حدثت وكتبت ان عندك ولاد كذا وكذا وكذا قررت ان انت كنت كاتب ابنك ده غلط او مش المفروض تكتبه او ما شابه قررت تخش تعدل ده اخرك في الحكايه دي نفس اليوم او تاني يوم بالكتير لان لو الداتا قفلت على البيانات بتاعتك اللي خدها خلاص. معايا استاذ كمال. الو استاذ كمال. الو. ايوه يا فندم اتفضل. نعم اتفضل. الو وطي التلفزيون لو سمحت. انا ايوه صحيح وطي التلفزيون. بقول لحضرتك الو وطي التلفزيون وانت بقول لحضرتك اتفضل. اللي معايا احنا اربع انفار في البطاقه واخد بالك مع حضرتك اربع انفار. ما انت لو وطيت التلفزيون وثلاثة عيش واربعة خبز فروحت اسجل البطاقة. ثلاثة عيش واربعة خبز ازاي يعني؟ نعم ثلاثة خبز ثلاثة تموين واربعة خبز كويس معايا. رحت اعمل البطاقة اصيبرها يعني لقيت الو والله معاك لقيت في ما انا كده ما خدتش يعني احنا معانا 3 4 خبز و3 تموين رحت تحدث ايه اللي حصل؟ استاذ كمال ارجع قول لنا عشان نقدر نتواصل معاك. مين معانا تاني عايز يقول لنا مشكلته خلاص ما بقاش في وقت؟ ها. طيب خلينا اقول جملتين عشان اهالينا اللي بيشوفونا. كلمه تحديث البطاقه التموينيه دي مش حاجه لزوم الواجهه. كلمه تحديث البطاقه التموينيه اي حد في جمهورية مصر العربية عنده بطاقة بيصرف بيها تموين او بيصرف بيها عيش لازم يتعمل لها تحديث. طب لو انا كبرت دماغي البطاقة هتقف بجد هتقف؟ والله بيقولوا هتقف وده مش كلام ده كلام الوزارة. البطاقة دي هتقف مش هتعرفوا تصرفوا لتموين ولا عيش. والحل ان احنا نخش بقى في منطقة التظلمات ورجع قدم ورقك من الاول احتمال تروح تلاقي زحمه يعني ما تدخلش نفسك في متاهه انت في غنى عنها. ما تخافش معالي وزير التموين قال ما فيش بطاقه في مصر هتقف. كلام واضح؟ كلام واضح. اي حد عنده بطاقه تموينيه في مصر بياخد تموين هيفضل ياخد تموين والبطاقه ما فيش حاجه اسمها بطاقه تقف تماما. المشكله فين؟ المشكله هنحدث بطاقتنا عشان ما تجيش تيجي في وقت تلاقي ناس بتقع منك تيجي تصرف ما تعرفش تصرف تيجي تجيب خبز ما تعرفش تجيبه فمش هينفع. الحل ببساطه اسمعوني كويس قوي في اللي هقوله. بطاقه التموين اهي وبطاقه الرقم القومي اهي. هاخد دول واي حد معاه تليفون سمارت فون من التليفونات الكبيره دي او اي حد من اللي عندهم سايبر انترنت كده في الشارع في الحارة عندنا او استاذه فاطمه الموما اي حد عنده امكانيه يدخل على النت. انا بستغربكم قوي كل الناس عندها فيسبوك ويخش يطلب منك يوزر نيم وباسورد واسم جدك واسم ستك وبيطلب منك مليون خانه ورغم ذلك بتعمله. بشوف ناس والله ما بتعرفش تقرا اصلا وعندها فيسبوك. اللي خلاك قدرت تجري تعمل فيسبوك خليك روح حدث بطاقتك عشان لو وقفت هتعاني والمعاناه في البطاقه سخيف. انت اولى بزيتك وبسكرك وبشايك وبعيشك والحاجات دي فما نهزرش. صح الحاج والحاجه قالوا لهم لازم تحدثوا البطاقه بكره الصبح بالكتير. ومحمد من بورسعيد اهلا بيك حدث بطاقتك ضروري بس ناخد الاتصال ده. اهلا بيك يا استاذ محمد. استاذ محمد اهالينا في بورسعيد. الو ايوه وطي التلفزيون. انا موطي خالص انا سامع. يلا يا فندم احنا معاك اهو اتفضل. اقول المشكله؟ قول المشكله. احنا انا بطاقتي بنفرين تمام وبعدين رحنا حدثنا في ما بنصرف الخبز او التموين
يقول حدث البطاقة. دخلنا على رقم الوزارة حدثنا البيانات. بعد كده كل ما نتصل برقم الوزارة يقول الجاري المراجعة. ايوه انت بتتصل ليه؟ نعم حضرتك بتتصل ليه؟ مش حضرتك حدثت بيانات البطاقة؟ مش انت قلت لي انك مواطن تلفزيون؟ ها؟ مش حضرتك قلت لي انك مواطن تلفزيون؟ طب ما بقول لي جاري المراجعة ايوه انت بتتصل ليه؟ جاري المراجعة ماشي حضرتك بتتصل ومع ذلك كل ما نصرف يقولوا حدث. ايوه ما انت حدث البطاقة عن طريق الموقع الالكتروني بتاع وزارة التموين. ده اي حد ممكن يعملها لك من ولادك من حبايبك من جيرانك او السايبر. بعد ما تحدث خلاص هو لا هيقول لك ولا تتصل ولا تروح مكتب التموين ولا تعمل اي حاجة. عملناه على النت عملناه. موطي التلفزيون. طيب ما انت قلت لي انك موطيه على الاخر وحاجات كده برضه. طب بيقول لي ليه بتاع ده جاري جاري عشان السيستم جاري مراجعة البيانات بابلود الداتا دي. ده حاجة بينهم يعني حاجة جوه المنظومة ملناش دعوة. هو طلب مني التحديث. انا بشكرك جدا. هو وزارة التموين قالت لي حدث عيننا الاثنين العندي والعندي رقم بطاقة القومي رقم بطاقة التموين حدث تمام. عايز ازود ولادي اسماء وياسمين راح حاططهم وراح ضايفهم خلاص انا حدثت بطاقتي. السيستم وجاري التحميل والحاجات دي ده بيابلود الداتا بره ما يعني ماليش علاقه يعني. ما يا استاذه اسماء اتفضلي. استاذه اسماء اتفضلي. السلام عليكم. اتفضل يا استاذ عمرو. اتفضل. السلام ورحمه الله. لو سمحت حضرتك انا دلوقتي مقدمه على بطاقه جديد. بس جوزي مش في البطاقه عند والدته ودلوقتي انا معايا ثلاث اولاد مينفع احطهم على بطاقه والدته؟ ممكن تضيفي الاولاد على بطاقه جدتهم. بس هتحطي جده. بس جده متوفي. هي مامته دلوقتي هي اللي عامله بطاقه بالاولاد. هتحطيهم على بطاقه الجده بس هتحطي بيانات الزوج اللي هو ابوهم. بس باباهم مش مسجل مع في بطاقه مامته لان هم مش مطلعينه اصلا. يبقى هتحطيهم عندك انت في البطاقه اللي انا لسه مقدمه عليها جديد. البطاقه اللي انت لو خدت موافقه الانتاج الحربي وطلع لك رقم ذكي ضيفيهم عندك انت. طب لو سمحت انا دلوقتي بعتت الورق وقالوا لي عايزين صوره بطاقه بابا وهو متوفي. ممكن تقول لي الورق اللي انا اجيبه كله تاني معلش؟ بطاقه ابوهم ولا بطاقه الجد؟ لا بطاقه الجد وهو متوفي وهو دلوقتي ما عندوش بطاقه. اودي برضك صوره البطاقه؟ سيبي والدهم خالص لان والدهم بره التموين. بره التموين دلوقتي. انت دلوقتي هتضيفي الاولاد على بطاقه جدهم صح كده؟ اللي هو باباكي انتي ولا هتحطيهم على بطاقتك انتي؟ لا انا مش عامله بطاقه لسه. انا لسه عامله بطاقه جديد هقدم على بطاقه جديده. هي هتقدم على بطاقه. انت عايزه تضيفي ولادك لبطاقتك انت. مش هتقدري تاخدي بطاقه وانت لسه على عصمه راجل والراجل دوت ملوش بطاقه. طب ما هو انا جوزي عايش عادي ده جدهم. طيب ما تتقدمي. لا جوزك بيشتغل ايه؟ لو جوزك فئه تستحق. ثواني بس. لو جوزك فئه تستحق للقرارات الوزاريه هيطلع له بطاقه تموينيه. طبعا سواق. طيب ما تخليه هو اللي يقدم على البطاقه. انت ليه خلي جوزك يروح يقدم لان الزوجه ما ينفعش يبقى ليها بطاقات الا في حالات معينه. طب ممكن حضرتك معلش تقول لي اعمل ورق ايه وانا اجهزه واخليه يعمله معلش؟ هتخلي جوزها يعمل صوره بطاقته. صوره بطاقته يعمل بحث اجتماعي وبرنت تامين ويطلع على مكتب التموين يتقدم ليه البطاقه التموينيه. لو جات له موافقه ينفع حضرتك. لا ينفع انزل اولادي دلوقتي عشان المواليد ما تروحش عليا في بطاقه نينتهم اللي هي مامه باباهم؟ لا لو باباهم مش محطوط على بطاقه والده مش هيدخل. طيب ممكن حضرتك انزلهم. لكن انا تقدري تحطيهم على بطاقه باباكي انت لو انت محطوطه على بطاقه بابا. ايوه انا ماما لسه بتاخد بيا على بطاقه امي. خلاص انت ممكن تضيفي ولادك عليهم. لا ثواني يا استاذ محمد. انت على بطاقه مامتك؟ طب تمام. طيب ما هتضيفهم. يبقى ضيفيهم عندك انت. مع ماما؟ ضيفيهم عندك انت. على اسم انا يعني. على 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 بطاقه مامتك. على بطاقه يعني مامتك يعني دلوقتي ادي لماما شهاده الميلاد بتاعت اولادي وقتي. ديفي بقى من على الانترنت كده ادخلي. روحي سايبر ومش محتاجه شهادات الميلاد. لا اسمائهم بس. طيب معايا مين؟ استاذ مين؟ استاذ فتحي اتفضل اخر اتصال. فتحي من المنيا. اهلا بيك يا استاذ فتحي اتفضل.
اهلا بحضرتك. في الاول بقول السلام عليكم لحضرتك وللاستاذ الدكتور عمرو. اهلا بيك. بعد كده بقول لحضرتك ان في شهر 6 البطاقه التموينيه بتاعتي كان يعني كنا 5 افراد. كويس. جه ابني اتجوز وعمل فصل اجتماعي وطلع من البطاقه فبقينا 4. كويس. رحت اصرف التموين في شهر بدايه شهر 7 لقيت عدد الافراد 3. كويس. طيب فرحت التموين بقول ليه 3 ده احنا المفروض ان احنا 4. فالمهم دخلوا على الكمبيوتر فلقيوا ان في بطاقه تاني باسم رباعي واخد بال حضرتك وبنفس الرقم القومي بتاعي بس رقم البطاقه التموينيه غير الرقم الحقيقي اللي هو عندي انا. طيب ولقيت اللي محذوف من البطاقه انا. طب ازاي انا اتحذف وانا رب الاسره ومراتي وبقيت ولادي هم اللي موجودين في البطاقه؟ يا حاج فتحي اتفضل فن. لو حضرتك عملت التحديث من خلال الويب سايت نعم وانت بتعمل التحديث هيطلع لك البطاقتين نعم وهيسالك السيستم هيقول لك عايز تبقى موجود على انهي بطاقه. حضرتك اللي هتختار. يا فندم هقول لحضرتك. طيب اتفضل. هم هناك في التموين دخلوا على الكمبيوتر زي ما بقول لحضرتك لقوا فيه اسم تاني بشخص مفرد بنفس الاسم بتاعي رباعي ونفس رقم القومي بس الرقم البطاقه غير بتاعي انا. هم لقوا طيب. سيستم بطاقتي. فالمهم ان هم ايه حذفوه من على الكمبيوتر. ثواني يا حاج فتحي. وطلب مني ان انا اعمل تعديل. ثواني يا حاج فتحي. اتفضل يا فندم. بس حاول تركز كده وتستهدى بالله. معاك فندم. ادخل حدث من على الانترنت. نعم. هيطلع لك البطاقتين. البطاقه الاصليه اللي انت عليها انت والمدام واولادك. ايوه فندم. والبطاقه الثانيه اللي هي مش بتاعتك. نعم. اختار فوق كده اختار البطاقه السليمه بتاعتك انت. نعم. ودوس اوكي وسيبها. العملية بسيطة ما تقلقش. ما طيب حضرتك اكمل بس كلامي. اتفضل. معلش انا اسف. اتفضل. هما هناك حذفوا لي الاسم الاول حذفوا البطاقة اللي هي مش بتاعتي. تمام. وقال لي بعد شهر تعالى يعني نضيفك مكان داكها. تمام. ماشي. رحت شهر 8 عشان يضيفوني قالوا لا ده انت كده هتعمل تعديل. عملت ورق وقدمته هناك في مديرية التموين مكتب التموين. فاخذوه مني وقالوا لي لما بقى يعني طيب هصرف امتى؟ قالوا لا ما تسالش عن صرف الوقت. ولغايه الان انا مش عارف اعمل ايه. رحت النت على السايبر عشان ادخل تاني بتاع السايبر بعد ما دخل بيانات قال لي لا مش مقبوله لانك انت قدمت قبل كده. تمام. فمش عارف. هل انتظر تاني ولا في حاجه اعملها تاني؟ مش عارف. لا لو حضرتك رحت مكتب التموين وعملت كل اللي حضرتك بتقول عليه ده. ايوه يا فندم. لازم تهدى بقى شويه كده وتخلي المراجعه بتاعتك تتم مع الانتاج الحربي ويصدق نعم. لك ويسمح لك ان وجودك على بطاقه واحده بس. ما تقعدش بقى كل شويه تروح المكتب وترهق نفسك وتتعب. بشكرك جدا جدا جدا. شوف احنا خدنا يمكن وقت كبير في الكلام عن البطاقه التموينيه ومشاكلها وحلولها وحاجات من النوع ده. حلقتنا النهارده قبل 8/11 اكيد حلقتنا اللي جايه اللي انت هتبقى يعني ان شاء الله هنبقى في تواصل فيها بعد مثلا شهر ولا حاجه هيبقى بعد 8/11 ده معناه ان هيظهر لنا نتائج الخلل والحلول والازمات والناس اللي كسلت تنزل والحاجات والناس اللي بتعتمد على الجيران. اكيد هيبقى لنا حلقه ثانيه نتكلم فيها بتاع. عايز نصيحه مهمه بجد لانك انت اكتر حد في قلب الحدث تقول لاهالينا لازم يحدث بطاقته بجد. حاجه ليها علاقه كده لو عايز تبقى مش مريض خد الدواء لانك لو ما خدش الدواء هتفضل مريض. فاحنا هنقول هنا لو ما حدثتش بجد انا مش بسوق فكره التحديث او التحديث دي حاجه لما هنعملها هم خالص. حقك عشان تاخده تحدث. قول لنا بقى جمله اخيره عن التحديث. حافظ على بطاقتك بالتحديث. جمله قاطعه. حافظ على بطاقتك بالتحديث. فكرة اضافة المواليد عندك فرصة مهمة قبل 7/11 تضيف ولادك لان انت كانت كل الناس والله يعني لو نقعد نفكر كده ان واحد يقول اللي لينا واللي علينا
انا اقول اللي ليا واللي عليا. كان عندي مشكله اقول بتقعد فين، الناس ما بتصرفش، ناس بقى لها 3 شهور و 6 شهور وسنه ما بقى. انا كنت بقول كده اكذب، ما انتوا شايفين. لكن انت عندك فرصه انك انت لا تاخد ولادك في ايدك ولا تاخد شهادات ميلادهم ولا تاخدهم على كتفك ولا تطلع لمكتب التموين وتقف كلكم ورا بعض في الدور عشان تضيف. الموضوع بسيط جدا، تدخل على الانترنت على بطاقتك تضيف ولادك، او لو انت على بطاقه الام زي ما استاذ عمرو قال لنا او بطاقه الاب هتحط ولادك في نفس، طالما انت عندك بطاقه وانت مع الاهل مفيش مشكله خالص. جمله عريضه قالها معالي وزير التموين دكتور علي المسلحي، قال مفيش بطاقه تقف نهائيا، ولكن ساعدونا ان الدعم يصل لمستحقين. ده عن طريق اثبات ان مفيش حد بياخد اكتر من تموين، بياخد اكتر من عيش، بياخد اكتر من بطاقه. فكره البدال التمويني اللي في منهم بيستغل طيبه اهالينا وعدم الدرايه وعدم القراءه، فممكن نستخدم البطاقه بشكل او باخر. خدنا من استاذ عمرو جمله بيقول لك بطاقه التموين دي بطاقتك زي مفتاح شقتك، ما تخليش حد يفتح يخش يقلب. ناس بتقلب، تدي واحد مفتاح شقتك وتقول له خش قلب هات لي كذا وهو مفيش كده. بطاقتك وانت بتدخل شقتك واحد بتبقى انت عينك، اتفضل اقعد هنا، مروح مع السلامه من هنا. فبطاقتك دي تديها لي بتاع التموين يديك ايصال، بتاع الخبز يديك ايصال، وتعرف انت سحبت ايه. ما تسيبش البطاقه عند بتاع العيش او عند بتاع التموين، ما تهزرش. ما تديش بطاقتك لبتاع الخبز ويديك مكانها فلوس، خد العيش بتاعك واللي يفيد منك من العيش ممكن تاخد بالنقاط دي منتجات. بقول غلط؟ لا طبعا كلام مظبوط، ونفسي بس للسادة المواطنين، لان احنا بنشوف المعاناة واحنا بننزل نفتش وبننزل نشوف المخابز والاماكن ديت، ونتلاقي حيل، ونتلاقي السادة المواطنين اهالينا بيجروا ورانا في كل المكاتب عشان ياخدوا البطاقة تاني بعد ما بتتحرز. لازم نحافظ على بطاقتنا يا جماعة، ما تسيبش بطاقتك في قلب المخبز، ما تسيبهاش عند بقال تموين تحت اي سبب من الاسباب. ودي كلمة مهمة وقاطعة. طبعا انا بشكرك جدا، شرفتني وسهرتك، شرف لينا، وانا بعتذر يعني لحضرتك، بس ده حقنا عليك على بعض بلقاء تاني ان شاء الله بعد شهر، وانت وعدتني ان شاء الله في ممكن قبل شهر بقى ان شاء الله، ممكن ده وعد ان شاء الله. هنعمل حلقه تاني عن التموين، وانا عارف ان دي من اكتر الحلقات اللي انتم بتحبوها، فكره البطاقه التموينيه وحلها ومشاكلها وازاي ونعمل ايه. ارجوكم اللي يعرف حد ما حدث يحدث. تعالوا نعمل كده رساله بالحب، نبعت موقع tamwin.com.ag لكل اصحابنا على الفيسبوك او على الواتساب، يا جماعه حدثوا بطاقات التموين بتاعت والدك والدتك اخواتك، اي حد عنده بطاقه تموين لازم يحدثها. بشكرك لتاني مره ان شاء الله، تنورنا قريبا. بكره قبل ساعتين من دلوقتي هيكون معانا جنى عطايا، عالمه الارقام وعالمه الطاقه والحروف والاسماء. ازاي اعرف اتعامل مع الشريك، ازاي اعرف اتعامل مع الطرف الثاني في العلاقه، ازاي اعرف كل حاجه في حياتي، المواعيد، الايام، ايه الاسابيع المهمه في حياتي. ده هنعرفه مع جنى عطايا بكره قبل ساعتين من دلوقتي. اسيبكم في رعايه الله، تصبحوا على خير.